طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لايف إطلاق مجلة مؤسسة الباحثين السودانيين الأولى. طيب، أعتقد ممكن ننتظر بس شوية الناس تنضم، ويا ريت الناس الحاضرين يأكدوا لنا أنه الصوت والصورة واضحة. دخل معانا دكتور عمر الإمام برضه. طيب، صورة كويسة. نعم، أوكي، أنا حابب أفتح هنا فول سكرين. محمد اعمل ال اعمل هايلايت، مش كده؟ هايلايت في البرزنتيشن قصدك؟ ايوه كده، تمام. اوكي، طيب. شوف دكتور يوسف. طيب، أعتقد كده في غضون يعني دقيقة أو دقيقتين أفضل نبدأ. إن شاء الله دكتور يوسف ينضم إلينا في أثناء الجلسة. مرام، اعملي نفسك ميوت بعد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا دكتور عمر، وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، كيف نحن حالك؟ ان شاء الله تمام. لايف في الفيسبوك، مستنين بروفيوس يصحى في اي لحظة. اوكي، اور اديتور ان تشيف، بالتوفيق ان شاء الله. اخبار سعيدة يا اخ، والله والله الحمد لله. الله اسعد. الله الحمد لله، الله يسلمك. ان شاء الله ربنا يسهل الامور، يعني ان شاء كمان الله انا احاول. من السودان بهناك الامور تستتر برضه. والله ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله الأسبوع الجاي ده حيكون حاسم غاية إن شاء الله، بنقدر نعرف إنه هم متحركين كيف، وهل لسه في بيروقراطية الاجتماعات والدولة ولا التفاصيل الموضوع دي، ممكن التفاصيل يكون دي هنتكلم عنها في اجتماع منفصل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، أنا أعتقد أنه أعتقد ممكن نبدأ. أيوة نعم. أعتقد ممكن نبدأ الآن. طيب، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لجميع الحاضرين، ونرحب بكم في حدث مهم جدا، ويعني اعتبره حدث مميز وتاريخي لمؤسسة الباحثين السودانيين، وهو إطلاق المجلة الأولى المحكمة لمؤسسة الباحثين السودانيين، المجلة الأفريقية للهندسة والتقنية، أو African Journal for Engineering and Technology. أنا محمد الحاج من إدارة مؤسسة الباحثين السودانيين، فريق النشر، وإن شاء الله الليلة هنستعرض لكم المجلة دي وأهدافها والرؤية بتاعتنا لها، وكيف الناس ممكن تبدأ تشارك في المشروع الكبير ده، ونعلن الدعوة لتقديم الأوراق لأول إصدار في المجلة. طيب، نبذة بسيطة عن مؤسسة الباحثين السودانيين. نحن مؤسسة سودانية علمية
تطوعية غير ربحية طبعا وغير حكومية، نهدف لخلق منصة مشتركة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين السودانيين لتأسيس ودفع زخم البحث والتعليم في السودان. وطبعا المؤسسة ابتدأت سنة 2009 من تأسيس الدكتور أنور دفع الله مؤسس المجموعة، وأصبحت الآن بعد أكثر من 10 سنوات أكبر منصة على شبكات التواصل أو أكبر منصة رقمية للباحثين والطلاب السودانيين في العالم، بما يفوق الآن حوالي أكثر من 668 ألف عضو. ويعني بمناسبة بعض الناس يمكن الأرقام حقت الأعضاء دي ما فاهمين تأثيرها كيف، إحنا عدد الأعضاء حاليا حوالي 668 ألف، والأعضاء النشيطين حسب إحصائيات الفيسبوك أكثر من 400 ألف عضو شهريا. فدي الحمد لله يعني ده إنجاز كبير، نقدر نجمع كل الباحثين وكل الطلاب والعلماء ديل في منصة واحدة. طيب، في مؤسسة الباحثين السودانيين الحمد لله يعني كان لنا إنجازات كبيرة على مدار ال10 سنوات أو أكثر الفاتت، أذكر منها على سبيل المثال الحصر تطوير فهرس الباحثين السودانيين ومنشوراتهم، تنظيم المؤتمر الأول لمؤسسة الباحثين السودانيين سنة 2017 في جامعة النيلين، عدة مذكرات تفاهم تم توقيعها مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية في السودان، تأسيس مجموعة الفيسبوك اللي هي مبادرة الباحثين السودانيين السودانيز ريسيرشرز انيشيتيف، وأيضا على سبيل المثال في الفترة بتاعة الكورونا سبحان الله بالأزمة الحاصلة دي والقفلة ويعني التحديات الكبيرة اللي كلنا مرينا بها، لكن الفترة بتاعة الكورونا دي بالذات خاصة شهر رمضان الفاتت كان في رمضان الفات كان يعني فترة بتاعت استضافة عشرات المحاضرات الرقمية، ورش العمل، منتديات، دورات متكاملة الحمد لله يعني استضفناها، كان عندي دورة متكاملة عن إدارة المشاريع تقديم الدكتور ياسين، وكان عندنا عدة دورات التحليل الإحصائي، دورات عن ومحاضرات كثيرة عن جائحة كورونا وتأثيرها على التعليم والصحة النفسية وأثارها الاقتصادية وغيرها، المنتدى الاقتصادي، ودورة متكاملة استمرت قرابة شهر تقريبا عن البحث العلمي وكتابة الورقة العلمية، أيضا كانت في غضون الشهرين الماضية تم يعني تم اختتامها. فالحمد لله كان عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة في إطار البحوث العلمية والكتابة العلمية. ايضا الحمد لله لنا عده منشورات، عندنا كتاب مرشد المنح الدراسيه احدث تقرير او كتاب نشر فيه استعراض لجميع المنح اللي حصل عليها اعضاء في المؤسسه وتجاربهم في المنح دي وكيف ممكن ازوي اتواصل معاهم، الدليل الارشادي لطلاب طالبات البكالوريوس طبعا من اقدم المنشورات عندنا، المرشد حول الامتحان الايلتس، الدليل الثائر السوداني وغيرها من المنشورات. طيب، هنا بيجي سؤال مهم في بدايه تقديم المجله، وهو لماذا نؤسس مجله علميه؟ ليه مهم انه يعني يكون اصلا عندنا مجله علميه محكمه؟ عده اسباب، من اهمها تجسيد طبعا لرساله المؤسسه بخلق منصه للتفاعل بين المتعلمين الباحثين السودانيين حول العالم، وليس افضل من انه يكون عندنا مجله محكمة حتى تكون هي هذه المنصة للتفاعل ومشاركة الخبرات والمعارف. أيضا دعم لحركة البحث العلمي في أفريقيا التي حاليا يعني أحدثت إحصائيات مؤسسة إلزيفير بتقول أنه إنتاج البحث العلمي من القارة الأفريقية قل من 1% من إجمالي إنتاجية البحث العلمي، ففي حاجة فعلا لبحوث ومنصات ومجلات بتناقش وبتركز على قضايا التنمية وقضايا اللي بتخص القارة الأفريقية، خاصة نظرا لحجمها الكبير وعدد سكان الضخم والتحديات الكبيرة المميزة فيها اللي محتاجة إلى يعني حلول يعني تعتمد على بحوث علمية رصينة. أيضا مناقشة دور الأبحاث التطبيقية في مجالات الهندسة والتقنية لإيجاد حلول مستدامة لتحديات التنمية في أفريقيا، وأيضا من أهم الأهداف أيضا ل نطور ونأسس مجلة علمية أن نفتح آفاق جديدة للمؤسسة عبر التأثير في الأوساط العلمية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم، لأنه في الفترة السابقة نحن كنا تقريبا 100% من الأنشطة بتاعتنا مركزة على السودان وعلى السودانيين فقط، وده طبعا تحدي في حد ذاته كبير يعني محتاج شغل مستمر، ولكن مهم جدا بما أنه الآن أصبح حجم المؤسسة وتأثيرها على مستوى السودان كبير، مهم جدا أنه نفكر نفتح آفاق
في التعاون بناء شراكات مع مؤسسات خارج السودان، مؤسسات بحثية في أفريقيا وفي العالم. فالمجلة دي بتسمح لنا بأننا نعمل الحاجة دي. أيضا دي برضو من الأهداف المهمة لتأسيس المجلة، هو تسهيل الوصول للأبحاث ونشرها عبر نموذج مفتوح. فالمجلة دي زي ما يعني حي تعريف السلايد القادم، هي مجلة مفتوحة الولوج أو open access، معقولة التكلفة، لأنه طبعا موضوع التكلفة ده من الحاجات اللي بتسبب تحديات ومشاكل لكثير من الباحثين، بالذات في الدول النامية، إنهم بيقدروا ينشروا أبحاثهم في مجلات open access لأنه رسوم النشر عالية جدا. وطبعا في توجه الآن على مستوى العالم فيما يتعلق بالبحث العلمي، أنه المجلات تتحول إلى مجلات مفتوحة، الانفتاح في المقالات، تكون المقالات متاحة للجميع، وأيضا حتى الانفتاح فيما يتعلق بالتحكيم العلمي أو الـ open peer review، أنه يكون لما أنت تقدم ورقة يتم مراجعتها، التعليقات حقت المراجع دي أيضا تكون منشورة في مكان ما أحسن الناس يقدروا يطلعوا عليها. طبعا الحاجة دي مهمة جدا لتعزيز الشفافية في النشر، وايضا توجيه المؤلفين انه ليش الورقه دي مثلا قبلت، ليه رفضت، ليه تاخرت في النشر او لا يعني. وايضا عايزين يكون النموذج حق المجله ده نموذج مستدام من الناحيه الماليه، والحاجه دي يعني اوضح اتكلم عنها ان شاء الله في السلايدات القادمه. طبعا هنا زي ما شايفين الشعار بتاع المجله African Journal of Engineering Technology، هو من تصميم المصمم المبدع والعضو في فريق الاشراف عندنا عمر دوني. ف يعني بنشكر جدا على هذا الشعار المميز. طيب فهذه هي المجله، اذا المجله الافريقيه للهندسه والتقنيه، وافريكان جورنال اوف انجينيرنج اند تكنولوجي. والمجله دي حتنشر باذن الله عبر منصه scienceopen.com، هتكلم عنها بعد شويه المنصه دي والمزايا بتاعتها. فما هي المجله دي؟ هي مجله علميه محكمه، ومحكمه طبعا بير ريفيو، دي حاجه مهمه جدا في وسط المجله. مجله مفتوحه ايضا اوبن اكسس، كل المقالات اللي فيها هتكون متاحه لاي زول عنده اتصال بالانترنت، ومتخصصه في نشر الابحاث في شتى مجالات الهندسه والتقنيه. المجله دي بتركز على التطبيقات الهندسيه، بتركز اكثر على الابلايد ريسيرش يعني، والتقنيه للتحديات القضايا، خاصه بتوجه القاره الافريقيه في اطار يعني الانطلاق او التقدم نحو التنميه المستدامه، خاصه الاجنده العالميه زي اجنده التنميه المستدامه 2030، وايضا اجنده 2063 اللي وضعها الاتحاد الافريقي. طبعا من اهم التحديات المجله دي حتركز عليها على سبيل المثال يعني ليس الحصر، تغير المناخ، التنميه العمرانيه، اداره الموارد الطبيعيه والموارد المائيه، الامن السبراني، الطاقه، الزراعه وغيرها. المجلة طبعا حتستهدف أنها توفر معلومات موثقة للباحثين، للمهندسين، لصناع القرار، ولكل شخص يعني مشتغل ب يعني أحد مجالات الأبحاث في إطار الهندسة والتقنية على مستوى أفريقيا بالأخص. وهي مجلة عالمية، دي حاجة مهمة جدا أن نوضحها، هي مجلة عالمية تستهدف أي باحث في أي دول في العالم، سواء في السودان، في أفريقيا، في أي دولة ثانية عنده أبحاث بتركز على التطبيقات الهندسة في إطار التنمية المستدامة في أفريقيا. طبعا هنا عندي فرصة برضو أنه نعرفكم بأعضاء هيئة التحرير للمجلة حاليا يعني، لو معنا أنه لسه حقت الأعضاء لسه بتكبر. فمعنا بروف يوسف أبو بكر المحرر الرئيسي، وحيكون متحدث إن شاء الله بعد شوي حدي الفرصة، مجموعة أخرى من الباحثين والأساتذة، دكتور أمير عبد الله، دكتور محمد عبد الوافي، بروف شريف معانا أيضا من تفريق التكنولوجيا، دكتور عبد الرحمن كرار، دكتور عامر دين هو أحد المشرفين معانا في مادة الباحثين السودانيين، وبالمناسبة حاز على درجة الدكتوراه الثانية له قبل شهرين تقريبا، فنبارك له الدكتوراه الثانية، بروف عبد الرحمن شعيب، دكتور حازر فاروق، دكتور عبد الله الامين، دكتور الواثق. ويعني زي ما ذكرت هي اللائحه دي حاليا لائحه مبدئيه، احنا لسه محتاجين اعضاء لهيئه التحرير في مجالات ثانيه، خاصه مجالات الهندسه الكيميائيه وهندسه النفط والهندسه المدنيه سيفل انفيرمنتال انجينيرنج، العلوم الحاسوب والسايبر سيكيورتي والانجينيرنج مانجمنت الاداره الهندسيه، والهندسه الزراعيه دي برضو يعني كامثله من المجالات اللي لسه محتاجين فيها.
لضاهية التحرير. والحمد لله يعني من الحاجات اللي ساعدتنا في التواصل مع ضاهية التحرير أن شبكة العلاقات الكبيرة لدى المؤسسة. يعني تقريبا كل الباحثين ديل أو أغلبهم أنا بعرفهم معرفة شخصية أو اشتغلت مع بعضهم أو يعني عبر زملائي في المؤسسة، دكتور أنور ودكتور يوسف. كان الحمد لله من السهل جدا أن يكون عندنا أعضاء هيئة التحرير من جامعات مرموقة في شتى دول العالم، وحتى فيهم بعض الأعضاء غير سودانيين، بس ما أتاحت لي فرصة أذكر جميع الأسماء في السلايد ده. فريق إدارة المجلة، ويعني دي هنا فرصة نودي الفرصة لهم كل واحد يعرف بنفسه. طبعا أولا دكتور أو بروفيسور يوسف بكر، هو المحرر الرئيسي وأستاذ الطاقة المتجددة في جامعة نوتنغهام، وهو أستاذي ومعلمي. أنا هو أول زول أنا تعلمت عليه الأساسيات الثيرموداينامكس، أول زول أنا عبره تعلمت على مجال الطاقة المتجددة وحبيته، يعني قررت أدخل في المجال ده، فيعني له عليه فضل كبير. وطبعا دكتور أنور رفع الله الدينامو والجوكر لجميع المبادرات والأنشطة في المؤسسة والمشرف العام على المجلة. وأيضا معنا من دكتورة مرام علي، حتكون إن شاء الله مسؤولة التحرير في المجلة، هي حاليا محاضرة في جامعة الرباط الوطني ومرشحة لدرجة الدكتوراه إن شاء الله من جامعة النيلين. أحدد الفرصة الآن لدكتور بروفيسور يوسف بكر، ويدينا يعني في نبذة بسيطة عن المجلة ودوره فيها إن شاء الله. بروفيسور تفضل. اوكي، شكرا جزيلا دكتور محمد، وحقيقه انا سعيد جدا انه الليله نبدا الكيك اوف ميتنج، يعني اول الفانكشن دي لعرض المجله اللي هي بدينا مجهود فيها. يعني حقيقه بدا بمجهود مقدر جدا من دكتور محمد ودكتور انور قبل حوالي عام من الان، والحمد لله الان احنا يعني في يعني تقريبا ممكن تقول قربنا نصل، يعني نشوف بارقة النجاح. حقيقة أدي فكرة عن نفسي أنا، والحاجة أنا يوسف عبد الله بكر، من حقيقة اتخرجت من جامعة الخرطوم سنة 87، واشتغلت بمركز أبحاث الطاقة بالسودان لمدة 5 سنوات، بعدها انتقلت لجامعة السودان. و يعني في 2016 أنا التحقت بجامعة نوتنغهام كمحاضر، والآن أنا يعني أستاذ في الطاقات المتجددة في المجال البيئي. طبعا واضح من ما بدينا من أبحاث الطاقة لحد الآن في نفس المجال ده. بالنسبة لل يعني التعريف الشخصي، يعني بالنسبة للمجلة حقيقة أنا سعيد جدا إنه الليلة يعني نكون في هذا الوضع من المجلة. يعني مشهود كان مقدر جدا جدا من الإخوة اللي بدوا الشغل ده، واليوم نحن في صدد إنه نبدأ إنه نقبل البيبرز في الأوراق العلمية في المجلة. والشيء اللي أريد أركز عليه إنه نحن يعني جادين جدا في انه المجله تكون يعني الكواليتي يعني هي التوب برايورتي بالنسبه لنا. في بالنسبه للمنشورات العلميه لابد تكون في نفس المستوى اللي ممكن تلقاه في اي مجله علميه اخرى على المستوى العالمي، ونحن جادين جدا جدا يعني في اسرع فرصه حنكون في الاندكسين انترناشونال اندكسين سيستم، سواء كان سكوبس ولا غيره، فده الهدف بتاعنا. فعشان كده we will not compromise any quality issues. التحكيم حيكون على مستوى عالمي، يعني عندنا عدد كبير من الاخوه حيشاركوا، وبعضهم اسمائهم لسه ما خدتناها في الإديتوريال بورد، لكن عدد كبير جدا منهم حيكونوا
من خارج السودان، يعني عندنا أوردي بعض الأخوة من ساوث أفريقيا، من غرب أفريقيا، من أمريكا موجودين، ومن ويسترن يوروب يوروبيان كنتريز. فعندنا يعني بلند من كل التخصصات، وإن شاء الله التحكيم حيكون دائما في من قبل متخصصين في المجال المحدد، ويعني أي بيبر accepted معناها هي فعلا بيبر يعني good quality وتستحق النشر. زي ما تفضل دكتور محمد، يعني هدفنا الأساسي إنه نحن نتيح مجال لكل الأخوة من الدول النامية، السودان خاصة، إنه يقدروا ينشروا في مجلة مفتوحة وبتكلفة مناسبة جدا يعني، أو إحنا نحاول نساعد بقدر الإمكان إنه ما تكون في تكلفة عالية على الإخوة بالذات من الدول النامية. وإن شاء الله يعني إحنا في بداية الطريق، وأنا متأكد جدا إنه الكواليتي بتاعت المجلة يعني هي حتنمو تدريجيا، يعني احنا slowly will be in a very good shape، وان شاء الله هنتقلد يعني مركز متقدم جدا جدا بين المجلات الموجوده، خاصه انه الهدف بتاعنا انه نركز على 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 القاره الافريقيه عموما والسودان خاصه والدول الناميه، مما يتيح فرصه لكثير من الباحثين انه ينشروا بحوثهم اللي كان بيجدوا مشقه في انه ينشروها في مجلات علميه اخرى. فأشكركم يعني حقيقة، دي مقدمة بسيطة، وإن شاء الله نتمنى أن نكون في تواصل ونشر كثير إن شاء الله في المجلة بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور محمد. يعطيك العافية يا بروفيس، تسلم، جزاك الله خير. أنور، المنصة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. يعني الواحد اليوم يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمد فضله، يا رب لك الحمد كان بغلي جلالك عظيم سلطانك. اليوم يعني يوم عظيم، يعني ويوم بهي مشاعر الزول، لأنه دي واحدة من المشاريع المهمة جدا والأساسية، واللي هي بتعمل زي ما يقولوا معنى للحياة اللي بنعمل فيها الأنشطة كلها في مجموعة الباحثين السودانيين، يعني من بداية الاختراع الآلة بتاعت الطباعة لحد ما اتعملت أول مجلة علمية محكمة عبر مجموعة قليلة من العلماء، لحد اليوم بيتظل النشر العلمي يعني مشكلة بتواجه الناس حتى في الدول المتقدمة. نحن في السودان وفي أفريقيا بصورة عامة يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا بتاعت نشر الأبحاث بتاعتنا، ونحن في العشر سنوات اللي فاتت في مجموعة الباحثين السودانيين، احنا داخلين على المجموعة الحداشر، السنة الحداشر الآن، في كل الوقت ده بفتكر انه كنا شغالين في سنة أولى، اللي هو بس يعني تأسيس وعي لأهمية العلم والبحث العلمي، والآن ماشيين انه والله للسنة الثانية على أساس انه الناس تنشر الأبحاث الموجودة عندها، يعني المجموعة زاخرة بالعلماء والباحثين الأفاضل، يعني بنتعلم منهم كل يوم، أصغر مننا وأكبر مننا وقدرنا، ودايرين إحنا كله يعني زي ما عدد المجموعة عدد الأعضاء الآن أكثر من 660 ألف عضو، زي ما إنه في آلاف حملة الدكتوراه الموجودين داخل المجموعة، زي ما إنه الخبرات التراكمية بتاعت الأعضاء من الباحثين والأساتذة في المجموعة بتفوق العشرات الآلاف من السنوات من الخبرات دي كلها، نحن دايرينها يعني تتلاقح مع بعض وتدي فرصة للشباب الصغار الجداد. احنا في مجموعة الباحثين السودانيين دائما يا اخواننا ببالنا انه المجتمع الفاضل الكويس هو المجتمع اللي بيهتم بأضعف الفئات فيه، فاحنا دائما يا اخواننا بنعمل في اي مبادرة ولا في اي نشاط ولا في اي سيمينار في بالنا طالب موجود في جامعة جديدة في طرف من أطراف السودان، والطالب ده محتاج لمراجع ومحتاج لإرشاد ومحتاج لتدريس بعض الأحيان ومحتاج لزول يوجهه في البحث وكيف ينشره كده. فلو كان إن والله ما عنده أي حتة غير مجموعة الباحثين السودانيين، ولو كان ما عنده أي نافذة غير السيمينار القدامه ده، المحاضرة القدامه هسه حالياً، وهو دافع آخر قروش عنده عشان ينشط بها إنترنت،
فلازم ان احنا نديه افضل ما عندنا، افضل حاجه، افضل منتج ممكن يكون له مرجع ويسوقه من يده. فدي الروح اللي احنا شغالين بها. احنا بنحب بلدنا جدا جدا، بنحب مجتمعنا جدا جدا، بنحب الانسان الزول والزوله ذي بنحبهم ومستعدين ونخدمهم يعني بكل ما نستطيع ونملك. فالان الحمد لله رب العالمين، يعني موضوع المجله ده بدايته دي سنه اولى بالنسبه لنا، لانه هو التاسيس يعني احنا فرحانين به كانجاز، لكن هو بدايه لانه نمشي وننشر ونمشي لقدام. فانا والله ما تتخيلوا سعيد كيف، يعني كاول زول يعني كنت العضو رقم واحد في المجموعه، سعيد جدا 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 انه الليله يعني يجوا شباب زي محمد الحاج اصغر مننا في العمر، نتعلم منهم كيف انه بتتعامل المجله العلميه وكده، وانا ساهم معهم شباب زي مرام علي اللي هي هتكون الدينامو والنحله، وشباب زي بروف يوسف يعني يقود السرب كمحرر رئيسي في المجله، ودكتور عمر الامام هنا معانا، وكل الناس اللي بيتابعوا والبروفات والاساتذه. دي لحظه انا بالنسبه لي عاطفيه جدا جدا، واتمنى انها تكون سنه اولى نشر بالنسبه لنا كلنا في 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 المجموعه ان شاء الله. شكرا لكم يا اخوان، شكرا شكرا دكتور محمد. شكرا شكرا انور، يديك العافيه. وطبعا يعني انور ده هو الزول اللي استدعيني بطريقه غير مباشره انه اشتغل في المشروع ده، يعني كنا مره في جلسه نقاشيه قبل سنه شويه فكلمني عن مشروع المجله، وكان عندنا مجله عايزين نعملها و فيعني عجبتني الفكره وتوكلت على الله، قلت ان شاء الله يعني نقدر نحاول نخلي الفكره تتحول لحقيقه، والحمد لله يعني وصلنا للمرحله دي. انجزت. الله يسلمك. معانا ايضا مرام او دكتور مرام علي ان شاء الله باذن الله، هي مرشحه للدكتوراه جامعه النيلين ومحاضر في جامعه الرباط الوطني، فتفضل يا مرام. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كويسين التيم اللي معانا موجود، الناس كلهم موجودين بيحضروا معانا في انطلاق المجلة التقنية والعلوم، سوري الهندسة والعلوم والتقنية سوري. انا انضميت حديثا للمجلة، وفي الحقيقة المجلة يعني بتتحدث عن نفسها يعني كويس. انا مرام، تخرجت من جامعه الخرطوم كليه العلوم قسم الفيزياء، حاليا انا محاضر في جامعه الرباط الوطني، وان شاء الله في فتره قريبه احصل على شهاده الدكتوراه من جامعه النيلين كويس. انا انضميت للمجله في قسم التحرير، المفروض اني انا مسؤوله من التعامل مع المقالات المدرجه في المجله والتاكد من انها موائمتها وتخصصها مع مواصفات المجله والتخصص بتاع المجله، مواصفات المذكوره في صفحه التحرير كويس. ارسالها للمحكمين وتقييمها قبل النشر، وتاكد من حصول المجله على الرقم العالمي. المجله هي مجله حاليا مصنوعه بايادي سودانيه، لكن هي مجله اقليميه، مجله افريقيه، مجله عالميه تختص بالعلوم في او التقنيه والهندسه في افريقيا كلها. معروف عن أفريقيا إنه الباحثين هم عرضة للاستغلال بواسطة المجلات المزيفة، بواسطة يعني إنهم بيدفعوا للنشر عشان يحصلوا على الدرجات العلمية وترقي في المجال العلمي، فهم عرضة للفيك إنهم بيدفعوا أموالهم وبيحصلوا على بيكون النشر بتاعهم غير جيد أو حتى بيكون هو مزيف. فنحن هنا في المجلة دي بنضمن الحصول على الأوراق العلمية على موثوقية عالمية. التيم اللي هو شغال في البير ريفيو والتحكيم، المجموعة بتاعت المحكمين هم مجموعة يعني مقدرة، مجموعة من علماء موثوقين. فنحن بندعو الباحثين لأنهم هم يشاركوا معنا، وإنه إحنا بنضمن لهم موثوقية بتاعت أبحاثنا المنشورة. شكرا لكم كثير. شكرا لك مرام، تسلم. أهلا بك. معنا برضو دكتور عمر الإمام، هو عضو مؤسس لمبادة الباحثين السودانيين، ويعني أنا بعتبره دكتور عمر ده بعتبره الجندي المجهول، بيشتغل في وراء الكواليس عشان يضبط لنا كثير من الحاجات والإجراءات
والمسائل القانونيه والاداريه اللي نحتاج لها لانجاز كثير من المهام والمبادرات اللي قاعدين نعملها في مسألة الباحثين السودانيين. فدكتور عمر تفضل، عندك المنصه الان. السلام عليكم ورحمه الله. شاكر جدا جدا لبروف يوسف، دكتور انور، دكتور محمد الحاج، ودكتوره مرام. انا عمر محمد ادم الامام، واحد من الباحثين المنضمين لمشروع المجله بصفتي الاعتباريه كجزء من مبادره او مؤسسه الباحثين السودانيين. بنحاول بقدر الامكان نسودين المجلة بصفة العالمية، وبتمنى كمان إنه المجلة تكون إضافة حقيقية للمجلات العالمية وترفد البحث العلمي السوداني بواحدة من المجلات اللي بنعول كتير جدا عليها، وإنه هي دي البداية، وإن شاء الله بعد ذاك حنشوف باقي مجلات في مجالات علمية تانية فيما يختص مثلا بالعلوم الإنسانية وغيرها يعني. فشاكر جدا لكم، وشاكر لكل الناس اللي بيشاهدونا في اللايف في مؤسسة الباحثين السودانيين، جروب مجموعة الباحثين السودانيين، وبنتمنى إنه تكون دي بداية الانطلاقة لعمل بحث علمي ثابت راكز من السودان وبمعايير عالمية إن شاء الله. شكرا لكم محمد، شكرا أنور، دكتورة مرام، بروف يوسف. شكرا لك دكتور عمر، تسلم، يديك العافية. طيب، عايز أتكلم أنا عن منصة النشر عبارة حتنشر المجلة، وهي اسمها ساينس أوبن. طيب، ساينس أوبن هي عبارة عن شركة خدمات معلوماتية، وأيضا شركة للنشر او مؤسس او منصه، خلينا نقول النشر العلمي المفتوح المحكم في العالم. هي من اكبر المنصات في الحقيقه لنموذج النشر المفتوح، هو الاوبن اكسس ببلشنج. بتوفر نموذج نشر مفتوح، وايضا المنصه دي فيها فهرس لاكثر من 60 مليون سجل لاوراق علميه، واكثر من 20 مليون سجل ايضا لمؤلفين. هي عباره عن اشبه ما تكون بالفيسبوك لكن للباحثين والابحاث العلميه المحكمه. ايضا هي المنصه نفسها بتنشر بشكل حصري حاليا اكثر من 4000 مقال، وفيها اكثر من 19 او فيها حوالي 19 مجله مفتوحه. تتميز المؤسسه دي بشراكات قويه مع كبرى دور النشر ومؤسسات التصنيف المعرفي للبحوث، كمثال هنا ذكرت مجموعه منها: كروس ريف، أوركيد، UCL Press، دار نشر جامعة لندن الجامعية، أيضا من شركائهم الرئيسيين، وعندهم معاهم مجلة منشورة، Emerald Publishing، Director of Open Access Journals، وغيرهم. فالميزة بتاعت المنصة دي في أنها بتوفر لنا كناشرين مجموعة من المزايا التقنية اللي بتسمح لنا بإدارة المجلة بصورة فعالة. والحمد لله احنا كنا يعني على تواصل معاهم عده مفاوضات على مدار الاشهر اللي فاتت، لحد ما يعني وصلنا الى نموذج الشراكه. بدينا امتيازات كثيره جدا في اداره المجله بتاعتنا. فكمثال امثله الخدمات اللي حيتم توفيرها: الميتا داتا والفول تكست ارتكل هوستنج، كروس ريف دي او اي، اي مقال حينشر حيكون عنده ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، بالاضافه الى ايضا ربط المقال الآلات اللي حتنشر مع الأوركيد آي دي الخاص بكل باحث. فده حاجة تسمح لك أنت كباحث أنه الأوراق بتاعتك المنشورة في المجلة دي بتكون مسجلة في الحساب بتاعك بتاع أوركيد. سايتيشن تراكينج، تعرف الناس اللي قروا الورقة بتاعتك، كم مرة حصل لها داونلود، كم مرة حصل لها سايتيشن. أيضا حتوفر المنصة دي مساندة لنا في الأرشفة في دايركتري أوف أوبن أكسس جورنالز. طبعا بيوفر لك خدمات الإندكسينج الأساسية للمجلات في المرحلة الأولى زي جوجل سكور اندكسينج، الفهرس ايضا والادراج في الفهرس بتاع باب ميد سنترال، الارشفه طويله الامد لونج تيرم اركايفنج،
open access symbol على كل الأول علامة النشر open access على كل المقالات المنشورة. وأيضا من أهم المزايا في النشر عبر المنصة دي أنه بتوفر لنا أنه أي ورقة منشورة أو بتنشرها في المجلة دي بتكون ظاهرة أثناء بحث أثناء البحث في قاعدة البيانات حقة المنصة كلها اللي فيها حوالي 64 مليون سجل. بمعنى أن الزول دخل المنصة دي الآن وكتب عمل سيرش مثلا على بحث عن البيتكوين والبحث عن كوفيد 19 ونحن عندنا مقال نشرناه في المجلة دي حيظهر له النتيجة دي من ضمن المقالات الثانية. الحاجة بتوفر visibility أو وضوح ووصول أكبر للأبحاث بتاعتك اللي حتشوف في المجلة دي لما تنشر عبرنا. ودي طبعا ميزة كبيرة جدا مقارنة بلو الزول عمل مجلة وعمل لها موقع مستقل. هتضطر تشتغل شغل كتير جدا في موضوع السيرش انجين اوبتمايزيشن عشان الحاجات المقالات المشهورة تكون ظاهرة أكثر للقارئين المحتملين. وأيضا طبعا الترويج بصورة كبيرة جدا على منصات التواصل الاجتماعي. فطبعا احنا في يعني في شراكة مع ساينس اوبن هدفنا انه نتعامل مع جهة عندها معرفة وخبرة وكفاءة كبيرة في إدارة المجلات المفتوحة حتى نقدر المجلة دي تتطور وتكبر بسرعة أكبر. وهنا ايضا الفرصة انه برضو اتكلم عن موضوع شروط النشر في المجلة. النشر حيكون طبعا من اهم الشروط التطابق الموضوع المقال مع اختصاص المجلة هو الإطار الهندسة والتقنية التزام بعد الكلمات المحددة مثلا الريسيرش ارتكل والريفيو ارتكل التزام بسياسة المجلة فيما يتعلق بالنشر ودي السياسة طبعا التفصيلية كلها موجودة في موقع المجلة اللي هو scienceopen.com/collection/SRF agent. أنا هفتح الموقع الآن حسن يكون في ديمو للموضوع للموقع نفسه. وفي طبعا رسوم للنشر هي حتكون حوالي 100 دولار ومع التزام لكن المؤسسة البحثين السودانيين بحكم أننا نحن الناشر أو الجهة المالكة المجلة بإعفاء أو تخفيض الرسوم لأي مؤلف غير مستطيع أن يدفع الرسوم دي. وهنا دي حاجة مهمة جدا نتكلم عنها. يعني كثير من الناس بيتصوروا يعني أنه المبلغ ده عالي أو ليه خدتين رسوم وكذا. على مستوى النشر العلمي ما في مجلة بتنشر تكون مفتوحة open access إلا وعندها رسوم حقة نشر، ما عدا إذا كانت المجلة عندها تمويل أصلا من جهة معينة جهة مانحة أو كذا. لكن نحن لما بدينا في الموضوع ده ودي كانت حقيقة فكرة الدكتور يوسف أنا بشكره جدا أقنعني بها أنه قال لنا لا لازم المجلة دي تكون مستقلة ومستدامة من الناحية المالية، ما عايزين نعتمد على تبرعات، ما عايزين نعمل فندريزنج، ما عايزين أي زول يدينا قروش، لا عايزين أي قروش نصرفها في المنصة دي في الاستضافة بتاعت الموقع في الخدمات التقنية اللي بيوفروها لنا الساينس أوبن أنه نقدر نوفرها نحن من الإيرادات الداخلية للمجلة دي. فهي الإيرادات دي هتكون رسوم النشر. ويعني البحث قمنا به وجدنا أنه المبلغ ده 100 دولار تقريبا ده أقل حاجة أنت ممكن تلقاه. ما أظن يعني من السهل أنك تلقى لك مجلة محكمة بمعايير عالمية تطلب من الباحثين يدفعوا أقل من 100 دولار حسب علمي. أنا ما موجود طلعت يعني يمكن على عشرات المجلات المشابهة للاختصاص. لكن في نفس الوقت نحن كون المجلة دي موجهة خاصة للباحثين من الدول النامية في السودان وغيره، يعني حنحاول قدر الإمكان أنه أي مؤلف مثلا ما عنده القروش دي أو ما بقدر يدفعها كلها بقدر يدفع مثلا نصها أو جزء منها معين بس، أو الجامعة اللي هو فيها مؤسس فيها ما عندها ميزانية للنشر العلمي للنشر المفتوح، حنحاول إن شاء الله أنه نعفيه أو نخفض له الرسوم دي. بالإضافة طبعا رسوم النشر تدفع بعد ما الزول الورقة بتاعته تقبل في المجلة ويعني يراجعوها المحكمين ويدوا تعليقات عليها ويعدلها ويتم الموافقة عليها بعدين من قبل المحرر الرئيسي. طبعا برضو من شروط النشر المهمة تسجيل في حساب في المنصة، وسأفتح المنصة بتاعت ساينس أوبن عشان الناس تطلع عليها وتشوف شكل الموقع كيف. طيب الآن أنا هفتح الحقفي للبرزنتيشن وهفتح الموقع. طيب معذرة كان تشير للحاجة الغلط. أوكي طيب طيب ده هو هنا موقع المجلة African Journal of Engineering and Technology. طبعا هنا في الموقع طبعا في مجموعة من الصفحات. الصفحة الأولى
تتكلم عن شرح عامل المجلة وأحداثها واختصاصات بتاعتها الهندسية المختلفة، الهندسة الزراعية، التقنية أو علوم الحاسوب، Information Systems, Energy Engineering, Engineering Management، ومجموعة من الاختصاصات التابعة للمجلة. هنا التاب الثاني ده فيه أعضاء هيئة التحرير، المحرر الرئيسي بروفيسور يوسف، وبعدين كأعضاء هيئة التحرير الحاليين في موزعين على حسب الاختصاصات. وطبعا هنا نحن لانه ما زلنا محتاجين اعضاء هيئه التحرير زياده، لو في اي زول راى انه عنده المقدره يكون عضو في هيئه التحرير وحب انه ينضم للمجله، ممكن يعني يتواصل مع المكتب التحريري للمجله عبر الايميل agent@sresearchers.org. هنا الصفحه الثانيه دي author submission guidelines، بتوريك انت كمؤلف شنو الحاجات المفروض تعملها عشان تجهز الورقه بتاعتك قبل ما تقوم بتسليمها للمجلة. ففي تمبليت معين حق وورد ممكن الناس تطلع عليه وتنزل من هنا. نحن في المرحلة الأولى ما بنطلب من المؤلف يعمل فورماتنج للورقة بتاعته بصيغة معينة، مجرد تكون بي دي اف فايل. بعد ما الورقة تراجع ويتم الموافقة عليها من قبل المحرر الرئيسي، حتى بعدينك بنطلب من المؤلف أنه لازم يحول الورقة دي تكون متطابقة مع النموذج أو التمبليت الموجود. في مجموعة من المعلومات الأساسية عن المستخلص، مثلا الأبستراكت من كلمة، الكي ووردز، abbreviations لو في، funding acknowledgement statements وغيرها من يعني بعض الإجراء أمور الإجرائية التقليدية. اللغة المعتمدة في المجال طبعا اللغة الإنجليزية، وطبعا نحن هنا بنأكد على موضوع أنه لابد الأوراق يعني تعزيزا تأكيدا لموضوع الجودة، تكلم عن دكتور يوسف أنه لابد الأوراق تكون باللغة الإنجليزية اللي فيها جيدة. إذا المؤلف ما عنده مشكلة في أنه يكتب يعني يكون المقال أو الورقة لغتها جيدة أو خايف أن يكون فيها أغلاط كثيرة، نحن كمستر بحث السوداني عندنا نوفر أيضا خدمة لـ Language Proofreading، المراجعة والتدقيق الورقة بحيث أنه تتصلح. طبعا دي عليها تكلفة أخرى مستقلة. بعدين هنا معلومات عن Image Permissions Copyright، تسليم المقال أنه لابد يكون عندك حساب في المنصة بتاعت Science Open باستخدام الأوركيد آي دي، فضروري جدا الحاجة دي. بعدينك لو بعد ما تسلم المقال ويجيك عليه تعليقات كيف تعمل سبميشن للنسخة المراجعة منه. الصفحة اللي بعدها هنا Article Processing Charges and Fees، دي فيها التكاليف الرئيسية أو التكاليف النشر في المجلة، اللي هي طبعا زي ما ذكرت هي $100 لجميع أنواع المقالات اللي هو Research أو Review Article، بالإضافة إلى أنه المؤسسة الباحثين السودانيين سيكون لها الحق أنها تخفض هذا المبلغ أو أنها تعفيه تماماً on a case by case basis، لكل حالة بصورة مستقلة حسب يعني وضع الشخص المؤلف اللي سلم الورقة دي. طبعاً ده كله بعد ما تم مراجعة الورقة وتم قبولها من قبل المحرر الرئيسي، بالإضافة إلى أنه بنوفر أيضاً خدمة للإنجليش لانجويج بروف ريدينج لو زول محتاج أنه يتم تصحيح المقال من ناحية الإنجليزية. في موفر الخدمة دي بتكلفة هتكون $50 للمقال الواحد. لأي استفسارات أو معلومات عن الدفع كيف بيتم والآليات الدفع أو طلب التخفيض لرسوم الدفع وكذا، المؤلف مفروض يتواصل مع المكتب التحريري المجلة editorial office عبر الإيميل هنا طبعا agent@sresearchers.org. هنا في تاب ايضا عن سياسات المجله، شنو سياساتنا في النشر، الاوبن اكسس بوليسي، الاتفاقيه بتاعه النشر ببلشنج اجريمنت اللي هي مفروض يوقع عليها المؤلف بعد ما تقبل الورقه، وممكن الناس تطلع على الـ على الـ على الـ على الاتفاقيه دي وانك يعني تقر انك موافق بشروط الاتفاقيه. طبعا كلها حاجات ستاندرد من حسب العرف المتبع في المجلات المفتوحه. في بعض السياسات المتعلقه بالاخلاقيات البحث العلمي ethical approvals، conflict of interest، plagiarism. طبعا هنا ايضا كل المقالات اللي بيتم تسليمها حيتم مراجعتها للتحقق من عدم وجود اي نسخ من مقالات اخرى منشوره باستخدام احدث البرمجيات المستعمله في plagiarism detection. سياسه التحكيم العلمي عندنا هي شنو؟ احنا في المجله نعتمد على سياسه السنجل بلايند بير ريفيو، بمعنى انه المؤلف ما بيكون عارف مين هم المراجعين او المحكمين، بينما هم بيكونوا عارفين هو منو، وبعدين بيقوموا ب يعني مراجعه الورقه ويعني انه بيوضحوا تعليقاتهم عليها، وبعدين المؤلف بيقوم براجع الورقه ويعدلها
حتى بعدين يتم اتخاذ قرار من قبل المحرر الرئيسي أن إما يتم رفض الورقة أو أنه تقبل كما هي أو تقبل مع تعديلات بسيطة مثلا، يتم بعدين توضيحها للمؤلف في إيميل خاص. وأيضا مجموعة أخرى من السياسات ممكن يعني المؤلفين طلعوا عليها. طبعا إحنا إن شاء الله هيكون عندنا مجموعة من الويبينارات القصيرة نتكلم فيها عن الأقسام المختلفة لسياسة المجلة دي من أجل التوعية العامة للمؤلفين، شنو معنى open access، شنو معنى ethical approvals أو أخلاقيات البحث العلمي وهكذا يعني. وأيضا بعدين في صفحة أخيرة في الموقع هي تتكلم عن مؤسسة الباحثين السودانيين اللي هو الناشر للمجلة دي، نحن منو بالضبط، أهدافنا ورؤيتنا وهكذا. انت لما تدخل للصفحة بتاعت المجلة طبعا المفروض تكون سجلت حساب already وتعمل sign in، بعدينك لما تيجي تسلم ورقة بتضغط على الزر بتاع submit a manuscript وده حيفتح لك صفحة هنا بتقوم عبرها بانك تنزل تخد بيانات التسجيل بتاعك، تخد بيانات المقال يعني بتاعك، فبتعمل الكونتنت هنا دي الصفحة القسم الاول ده يعني بتم تعمل فيه ورفع للمقال اللي عايزين تسلمه للمجلة بصيغة PDF، بعدين لو في صورة مثلا للمقال عايز تاخدها بتضيفها هنا، بيانات المؤلف طبعا هنا اوريدي ظهر بياناتي انا تلقائيا لاني انا اوريدي عامل ساين ان، لو في مؤلفين تانيين تعمل اد كونتريبيوتر وبتضيف المؤلفين ديلك، طبعا بتضيف برضه هنا الافيليشن او الجامعة اللي انت عضو فيها، هنا بيتم إضافة المقال التايتل عنوان الورقة، الأبستراكت المستخلص، الكيوردز كلمات المفتاحية، تخصص المقال بالضبط تضغط عليه وبعدين يوريك مجموعة من التخصصات تحدد أن المقال ده مثلا تابع لتخصص الهندسة الكيميائية أو تابع للطاقة أو تابع للزراعة وهكذا. طبعا دي حاجة مهمة أنها بتساعد المحرر الرئيسي وأعضاء التحرير أنهم يوجهوا الورقة دي للمراجعين الملائمين. بعدين هناك لو هنا في أي معلومات أو ديتا بيانات خاصة بالبحث المنشور في الورقة دي بتوضح إذا كانت ديتا دي متاحة publicly مثلا في منصة مفتوحة أو أنك أنت هتوفرها بصورة خاصة لو بزو طلب منك وهكذا. لو في أي مصدر تمويل بيتم كتابته هنا، لو في grant number أو منحة بتم ذكرها هنا، بعدينك بتضغط على أنك أنت موافق على سياسة النشر في المجلة وأنه إذا قبلت ورقتك أنك هتلتزم به سياسة المجلة فيما يتعلق بتجهيز المقال وأيضا سياسة النشر بصورة عامة، وبعدين تعمل submit وبعدها مباشرة أو يعني في غضون يوم تقريبا بيجيك إيميل من مكتب التحرير المجلة أنه تم استلام المقال وحيتم مراجعته، وحيكون فيه طبعا تحديثات بصورة مستمرة أن الورقة بتاعتك مشت لمرحلة المراجعة والآن هي مع مراجعين، دي مثلا نتائج المراجعة يريد أن تصحح المقال بتاعك وهكذا. طبعا السيستم كله سيستم أوتوميتد أو سيستم تلقائي بيقوم بيوجه المؤلف لمستجدات الورقة بتاعته. طيب أنا هعمل stop للشير وأرجع للبرزنتيشن. طيب رؤيتنا المستقبلية للمجلة دي شنو؟ حاجة مهمة جدا نوضحها هنا. نحن عايزين نحاول في الفترة الأولى بإذن الله نحافظ على سجل نشر منتظم ما لا يقل عن إصدارين في السنة مع زيادة عدد المقالات بصورة تدريجية. وعندي حاجة مهمة جدا لإشان نقدر نحقق موضوع الأرشفة والفهرسة في المؤشرات الكبيرة زي Web of Science, Scopus وهكذا يعني. ننشر عدد من الإصدارات الخاصة بما أنه دي مجلتنا الآن، نقدر نعمل فيها إصدار خاص مثلا عن الكوفيد 19، لو نعمل مرة إصدار خاص عن الزراعة أو إصدار خاص عن الطاقة في السودان أو في دولة أفريقية أو هكذا أو أي يعني اختصاص آخر، بما طبعا لازم يكون ملائم لاختصاص المجلة. أيضا ممكن ننشر عبر المجلة دي، وإن شاء الله دي من هدفنا ننشر فيها أوراق مؤتمرات conference proceedings، سواء كانت مؤتمرات نحن مؤسسة البحث السوداني من عملها أو مؤتمرات بالشراكة مع جامعات تانية مؤسسات تعليمية تانية سواء كانت سودانية أو أفريقية أو غيرها. أيضا بنقدر نعمل الحاجة دي يعني بتكون كإصدار مستقل. وطبعا أي حاجة بتنشر هنا بيكون عندها يعني DOI خاص بها، بيكون عندها البيانات الميتاديتا كلها موجودة، ممكن تعملها citation، ف بتكون منصة تفاعلية الحمد لله بتتيح لنا أنه ننشر عدة أنواع من المنشورات العلمية. أيضا بنهدف في المجلة إن شاء الله لأنه عبرها نبني شراكات مع مؤسسات تعليمية وبحثية داخل وخارج السودان للترويج المجلة وزيادة عدد المنشورات.
نشر الملصقات الورقيه المؤتمرات والبوسترز ايضا دي ميزه في المنصه على اساس اوبن. وفي مثلا زول عنده مؤتمر في جامعه معينه في السودان وعايز يطلب من المؤلفين يسلم بوسترز، نحن ممكن نعمل شراكه مع الجهه ديك وننشر لهم البوسترز عبر الـ عبر الـ عبر الـ عبر المجله بتاعتنا. وايضا نشر بعض الاصدارات باللغه العربيه. طبعا دي من الحاجات اللي ساعدونا فيها الفريق ساينس اوبن، ان هم وفروا لنا حقيقه نموذج نشر مميز، لان هم عاده بينشروا بطريقه اسمها الاوبن بير ريفيو، بمعنى انه نتائج المراجعين بيراجعوا الاوراق، بيتم مراجعه الاوراق بصوره مفتوحه عبر النموذج البي بري برينت. لكن احنا قلنا لهم لا، عايزين نموذج يكون بلايند بير ريفيو، اي انه المراجعه بتكون بتتم بصوره داخليه حتى بعدينك ننشر ورقه. فهم الحمد لله ساعدونا في الجزئيه دي وعملوا غيروا لنا في المنصه بما يلائم احتياجاتنا. فدي حاجه يعني مميزه. وكذلك موضوع النشر باللغه العربيه ايضا اضافوا الميزه دي، فممكن مستقبلا نعمل الحاجه دي، نشر بعض المقالات او بعض الكونفرنس بروسيدنج ممكن تنشر مثلا باللغه العربيه. ايضا ان شاء الله من المخططات اللي على المدى المتوسط باذن الله انه نبدا ننشر نستضيف مجلات اخرى تحت مظله دار نشر مؤسسه الباحثين السودانيين. كل الحمد لله الحاجات دي ممكن تتم عبر المنصه بتاعت ساينس اوبن. في الختام يعني عايز اوجه شكر وعرفان لمجموعه من الاشخاص اللي كان لهم دور كبير جدا في انه المشروع ده يتحقق. طبعا على مقدمتهم في مقدمتهم دكتور انور نفع الله مؤسس المبادره الباحثين السودانيين، ويعني هو الدينامو وزي ما يقولوا الجوكر اللي بيحرك كل اطراف الشغل في المؤسسه. فحب اشكر جدا على دعمه ومتابعته واهتمامه الكبير بان المشروع ده يتم وينجز في فتره وجزء الله الحمد. بروفيسور فبكر ايضا وافقت الحمد لله الله خير على ان يكون محرر الرئيسي معنا، ويعني كثير من المقترحات اللي ذكرها لنا والرؤى الجابه لنا كانت مهمه جدا، لانه نوجه المجله في الاتجاه الصحيح بذات ما يتعلق بموضوع الاستدامه الماليه، وايضا عبر شبكه العلاقات الكبيره ايضا نقدر يعني نجيب اعضاء التحرير من جامعات مرموقه في افريقيا وخارج افريقيا. فبشكره جدا على يعني دعمه و اهتمامه الكبير في دعم المشروع ده. حابب ايضا اشكر الدكتوره نازك الملائكه، هي مؤسسه او من اعضاء تاسيس المجله السودانيه للعلوم الطبيه سودان جنرال ميديكال ساينسز، اللي هي دي اول واقدم مجله سودانيه علميه محكمه، وانا ما بعرف مجله محكمه في ريفيود واندكس غير المجله دي. فبشكرها جدا. وايضا دكتور عبد الباقي ايضا من فريق المجله دي، لانه هم كانوا معانا في اول ما بدينا المشروع ده، كان في عده اجتماعات معاهم يعني تفاكرنا معاهم في كيف ممكن ناسس المجله دي والعقبات اللي ممكن تحصل، وحكوا لنا ايضا النموذج بتاع المجله بتاعتهم. فكان النقاشات دي مفيده جدا ومثريه انه نقدر نطور نموذج يكون مميز. فحابب اشكره من المنصه دي. دكتور عمر الامام ايضا على دعمه الكبير في المسائل اللوجستيه والاداريه الخاصه بتجهيز المجله دي، فحابب اشكره. من فريق المشرفين ايضا كان بعض المشرفين لهم دور، حابب اشكرهم احمد محجوب، محمد بشير، عامر دين، وهشام موسى، وايضا طبعا المصمم عمر دوني على تصميمه لشعار من الله. طيب دي اخر سلايد اعتقد يا انور، ممكن نديك الفرصه هنا لاعلان الكول اوف بيبرز. طيب يعني في ناس كتير جدا اخوانا بيفرحوا بالانجازات. ارجع اقول انه الانجاز بتاعي انك انت انتهيت من سنه اولى ابتدائي، ده كان إنجاز بتاع انتهيت من السنة الأولى، في لسه سنة تانية قدامك وفي سنة تالتة وفي سنة رابعة لحد ما تصل الجامعة وتتخرج. والعلم من المهدي للحد، يعني احنا كلنا مطالبين، احنا اخواننا ما دايرين يعني ينطبق علينا الأمثال السودانية بتاعت انه القلم ما بزير بلم، لأنه الأخلاق ان احنا جزء من الرسالة بتاعتنا السامية. فاخواننا لو ما نشرنا science is not completed unless it's communicated. أي زول عمل بحث إذا كان في خلال الفترة بتاعته في الجامعة بحث طلبوا منك أستاذ عشان يكون بحث مكمل للتخرج بتاعك في الماجستير في الدكتوراه أو في البكالوريوس، أنت البحث بتاعك ده قيمته الأساسية بتكون لما يكون منشور. الناس كلهم في المجال بتاع الهندسة والتقنية
مدعوين كلكم، كلكم بلا استثناء، الطلاب في الجامعه اخواننا، انتوا زمنكم غير زمننا نحن. نحن زمننا كل الواحد مستني انه يتخرج وبعدين يعرف شنو كتابه الورقه العلميه وكذا. انتوا الان عندكم فرصه بتاعت بروفيسور يوسف، دكتور محمد، دكتور مرام، دكتور عمر امام، وكل المشرفين في الباحثين السودانيين، كل الاعضاء والباحثين ذوي الخبرات كلهم يا اخواننا بيباصوا لكم، بيدوكم البطاريه عشان تضووا الدرب وتمشوا تواصلوا لقدام. انتهزوا الفرصه دي ليه؟ لانه يا اخواننا الزول الليل اللي في الجامعه، الزول الليل اللي في الجامعه ده حتواجهوا عقبات ومشاكل وتحديات مختلفه تماما. لازم يكون جاهز وينتهز اي فرصه بتتاح قدامه. والان في فرصه بتاعت انه كل الشباب والشابات السودانيين والافارقه انهم ينشروا عبر المجله دي. كلنا قاعدين نتعلم من بعض وكلنا جاهزين لخدمتكم في اي لحظه. فيا اخواننا ليتس ببلش، يلا ننشر، خلونا نبدا من هنا. ودائر اشيد بجهود كل المنظمات والمبادرات السودانيه الثانيه اللي بتصب في المجال بتاع البحث العلمي والتعليم والى اخره. ارجوكم يلا ننشر، ارجوكم ليتس ببلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير أنور. ما أعرف لو عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات أو كده ممكن. نعم في ممكن أخذ وفي وفي أظن في سؤال هنا كان في الـ في الـ في الفيسبوك. أسامة محمد قال well done guys, keep up the good work. Is there a parallel track for social sciences? If not, hopefully you consider such an idea in the near future. بيسأل عن لو في مسار للمجلة للعلوم الاجتماعية. طبعا نحن لما بدينا الاستقصاء في تحديد اختصاص المجلة وكده وجدنا انه المجلات عادة فيها نوعين، اما انها تكون مجلة مفتوحة مالتي ديسيبلينري بتشمل كل التخصصات، او انها تكون مجلة مركزة على تخصص معين ومجموعة من التخصصات المشابهة. فلقينا ان المجلات المفتوحة والمالتي والشامل لكل التخصصات عادة ما بيكون لها تأثير كبير من ناحية الامباكت فاكتور او من ناحية الـ تأثير العلمي، لأنها يعني الناس بتدخلها من مختلف المجالات مختلف التخصصات. فرأينا أن الأفضل أنه نبدأ المجلة بتخصص معين، تخصص واحد يكون يعني مهم ويكون له عدد كبير جدا من المؤلفين المحتملين. عشان كده قررنا أن نختار تخصص الهندسة والتقنية. لكن إن شاء الله بإذن الله أنه يكون مستقبلا في مجلات ثانية في تخصصات الثانية بإذن الله. نعم، وأضيف على الحتة دي بس يا دكتور محمد إنه نحن الآن بنأسس في دار نشر، يعني مش بنأسس في مجلة فقط، يعني عندنا الإمكانية وإن شاء الله إحنا الخبرة يعني تتراكم والناس تمتلك يعني ناصية الموضوع، ولقدام بيبقى من السهل جدا زي إنك ده تعمل لك جروب بتاع فيسبوك، ممكن تعمل لك مجلة جديدة لو الناس عندها الخبرة النو هاو وهكذا يعني. فإن شاء الله يعني في المستقبل القريب. لكن في هذه الأثناء يا أخوانا الناس ما تقيف، الناس تتلمس كل الدروب. يعني احنا عندنا زملائنا اطباء سالونا من انه هل فيها تخصصات طبيه، فاسي دكتور محمد الحاج اشار للمجله الطبيه المحكمه في جامعه الدرمان الاسلاميه بي ريفيو، فبالتالي يعني مجله ما 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 سهله، ممكن الناس تنشر فيها وعالميه وسودانيه من السودان يعني. فيا ريت انه الناس تستخدم كل الطرق، يعني ما تستنى. طبعا المجله برضو عندنا صفحه فيسبوك، انا يعني نشرت الصفحه الان حديثا، وان شاء الله عبر الصفحه دي حيكون في منشورات باستمرار يعني عن الاعلانات الخاصه بالمجله واليه التقديم وهكذا. فبدعوكم ايضا للناس ان تتابع الصفحه يتعمل لها لايك، اللي هي AJET Journal في فيسبوك. انا الصفحه اوريدي مرتبطه بالجروب حق الباحثين السودانيين، فممكن الناس تلقاها في الصفحات المرتبطة يعني.
انضموا لنا الآن في الجلسة برضو الحبيبة دكتور ياسين حسن وباشمهندس حيدر إبراهيم، هم من المتطوعين في فريق الإشراف، والآن برضو الباشمهندس وفي عبد الله. إخواننا المؤسسة الباحثين السودانيين دي يعني في ناس كتار جدا بيكونوا داخلين جداد وبيفتكروا إنها جروب بتاع فيسبوك. المؤسسة دي أكبر من كده بكتير جدا وفيها كمية بتاعت أنشطة شغالة. يعني الليلة النشاط ده بتاع الإعلان عن المجلة ده نشاط ضمن أنشطة. يعني إحنا عندنا نادي بتاع لغة إنجليزية بصورة يومية بيحصل وبيشرف عليه برضو زملائنا دكاترة في اللغة الإنجليزية. في مجموعة بتجهز الناس لامتحانات الآيلتس، في مجموعات كثيرة جدا. فمثلا دكتور ياسين ده بيقدم دورات مجانية لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية، وقفي عبد الله بيشرف على الويبينارات تحت الباحثين السودانيين، وكذلك حيدر إبراهيم. ففي مجموعة من الناس ذوي الخبرات وبيقدموا يعني وقت غالي جدا وثمين، فنشكرهم من هنا، نشكرهم جميعا، الناس اللي اشتغلوا في الإشراف سابقا والناس الشغالين في الإشراف السي والحيج إن شاء الله مستقبلا، نشكرهم على زمنهم. وتخيلوا إن مشروع المجلة ده يعني بكبره بتاع له سنة، ففي مشاريع تانية أخذت 3-4 سنوات إلى آخره، وكل يوم ماشي لقدام. المهم يا أخوان القيادة الشبابية والناس يشتغل في فرق عمل. يعني لو في حاجة تعلمناها من المجموعة دي إنه الناس يشتغل في فرق عمل وتقبل بإنها يعني تتعلم. لو في حاجة تعلمت أنا من مجالنا بتاع علوم الحاسب الآلي هو إنه كيف نحن بنعاين للعالم بصورة طبيعية، إنه تتعامل مع الناس المختلفين معك سواء في الجنسية ولا في الدين ولا في اللغة ولا في الثقافة ولا غيره، وكل الناس تصب في تجاه هدف واحد. يعني احنا عندنا المشاريع بتاعت المصادر المفتوحة اللي هو الأوبن سورس سوفت وير، فدي بيشتغلوا فيها آلاف المبرمجين مع بعض وكده. والحمد لله نحن أي حاجة عندنا نتعلمها من برا بنحاول نجي نكبها طوالي في المجموعة وفي غيرها من المبادرات. يعني فأي زول برضو عنده مبادرة من أعضاء المجموعة نحن نرحب جدا بالمبادرات. المجلة دي عبارة عن مبادرة داخل مبادرة، فنحن الآن انتقلنا من قصة إنه نكون مبادرة لمؤسسة لمنصة لإطلاق المبادرات الثانية، ودي حاجة احنا سعيدين بها جدا وما توفيقنا إلا بالله. أنوار بس في سؤال هنا مهم. نعم. بهاء الدين قال بسأل عن الفرق بين أنه المجلة دي الإمباكت فاكتور حقها مثلا 3.8 أو غيره، بين مجلة DQ2 Impact Factor حقها 0.5. تاني بسأل تنشره كم مرة في السنة. طيب بالنسبة للإمباكت فاكتور هو المعيار المعايير التقييم تقييم الجودة حقة المجلات، حسابه بسيط جدا، عدد السيتيشنز تقسيمها على عدد الأوراق المنشورة في فترة زمنية محددة، عادة الفترة دي بتكون 3 سنوات، لكن ده واحد من عدة معايير وما بالضرورة أنه هو المعيار الأفضل. في تخصصات زي التخصصات الاجتماعية الإديوكيشن والجماعة ديل الإمباكت فاكتور حق عندهم بسيط جدا، يعني يمكن يكون أقل من واحد في أكثر الأحيان، بينما في التخصصات الهندسية والطبية الرقم ده يكون عالي شديد. هو مجرد معيار من عدة معايير بتنظر لها، تنظر برضو للH index عن المجلة، حاجة مهمة جدا، تنشر أيضا لعدد السنوات المجلة قاعد تنشر فيها. بالنسبة لـ Q1 و Q2 دي مجرد التقسيم بتاع المجلات باعتبار الكوارتايل، يعني أنها في فئات قسم من المجلات فيما يتعلق بالإمباكت فاكتور. قال بتسألوا بسأل كم بتنشروا كم مرة في السنة؟ نحن عايزين ننشر أكبر عدد من الإشارات من الإصدارات في السنة، يعني لو قدرنا ننشر في أول سنة 4 إصدارات أتوقع هتكون حاجة ممتازة. طبعاً الإصدار أقل عدد مقالات الإصدار عشان نقدر نكون مؤهلين بعدين نقدم على الإندكسينج في سكوبس مثلاً ويب أوف ساينس، أقل عدد أعتقد إنه 5 مقالات. لكن طبعا احنا ممكن عادي نستنى لحد ما يكون عندنا 10 مقالات ونعمل ده اصدار، او 20 مقال ونعمل اصدار. يعني الموضوع فيه فلكسبيليتي، فنحاول انه الاصدار الاول انا ارجو ان شاء الله يكون فيه على الاقل 20 ورقه، لو كان اقل ما مشكله، لكن باذن الله حنحاول. المخطط انه يكون في اول 3 شهور من الان يكون الاصدار الاول جاهز. في سؤال ثاني برضو مهم موضوعا، قال أسامة محمد قال اقترح أن يكون رسوم النشر للسودانيين بالعملة المحلية local currency. أيوة دي حاجة مهمة صراحة، كويس ذكرتني، أنا فوضى أضيفة في الموقع أنه المؤلفين السودانيين لو زول حيدفع بالعملة السودانية ما حيدفع بالدولار طبعا، وحنقوم بمراجعة
المبلغ المناسب، لانه ما اتصور انه حنحول 100 دولار لما يعادل بالجنيه تكون مبلغ كبير، فحنحاول نشوف المبلغ المناسب كم، حنعدي حنضيف الحاجه دي في موقع المجله تحت سياسه النشر في المجله، بس اكيد حيكون الدفع بالعمله المحليه، ما حيكون بالدولار للسودانيين. في الوسيله برضو سالت يا ريت توضح علينا زمن النشر من زمن تقديم الورقه الى القبول. طبعا الزول لما يقدم الورقه بيجيه الموافقه المبدئيه ان الورقه ملائمه لاختصاص المجله ولا لا، دي بتحصل في فتره وجيزه ان شاء الله بتكون ما بين يوم الى 3 ايام بالكثير يعني. بعدين مرحله التحكيم نفسه على المراجعين دي ممكن تاخذ طبعا حسب الـ يعني الورقه حجمها كيف ويعني الجهد المتطلب محتاجاه، لكن اتوقع انها حتاخذ ما بين اسبوعين ل4 اسابيع مرحله الريفيجن لحد ما يجي المؤلف يدور الرد الاول فيرست ريفيجن، بعدين هو بيشتغل في التعليقات. وطبعا التعليقات دي بالمناسبه بتاخذ وقت، يعني لو بتقدم على مجله كويسه ومراجعين متخصصين في مجالاتهم غالبا حيدوك تعليقات عزلها على الاقل 2 3 اسابيع لو انت يعني، او بقول ما بين اسبوع لاسبوعين يعني حسب زوري اجتهاده وشغله. فاذا كانت بعدين المراجعه يعني استجابت او استوفت كل المتطلبات بتاعت المراجعين ان شاء الله بيتم قبول الورقه، فممكن العمليه دي كلها تاخذ اتصور ان شاء الله ما تاخذ اكثر من شهر ونص الى شهرين، خاصه في المرحله الاولى يعني عدد الاوراق بيكون نسبيا اقل في المرحله الاولى من مرحله الاعلان الاول يعني. دكتور الوسيله ذاته بالمناسبه هو تخرج من الدكتوراه في الصين، هو ذاته ممكن يكون في هيئه التحرير وهو ذاته يكون عنده اوراق طازجه، اصل الناس تخرج من الدكتوراه قراب ديل تلقى عندهم اوراق طازجه، فديل زباين يعني اساسيين ولا شنو ابروف يوسف؟ ايوه نعم حقيقه دار احنا المجله دي حقتنا كلنا كباحثين سودانيين، فان احنا بنحاول بقدر الامكان نساعد الناس بانه عمليه المراجعه والنشر تكون اسرع ما يمكن، لانه دائما نحن بنعاني من قصه انك لما تنشر ترسل بيبر بتاخذ زمن طويل جدا عشان تصل المرحله النهائيه للنشر. فنحن من ناحيتنا في المجله بنحاول نساعد الناس بانه نخلي القصه دي تكون اسرع ما يمكن. في نفس الوقت احنا على المدى البعيد والمدى القصير برضه دارين الناس يساعدوني في انه نرفع اسم المجله بانه يعني سايتيشن ذاته، احنا كل ما ساعدتونا بالسايتيشن من الارتكلز المنشوره في المجله بنرفع اسم المجله بسرعه جدا، ودي بتفيدنا كلنا. يعني انت لو نشرت اسئله الليله عندنا الامباكت فاكتور بتاعنا يمكن زيرو، يعني لسه ما نشرنا اي حاجه، لكن لما انت ساعدنا تصايد من المجله الامباكت بتاعنا والجرو فيري فاست، فدي برضو ناحيه يعني جهد جماعي من الناس كلها ممكن نساعد بعض ان شاء الله. شكرا. بالنسبة للسؤال بتاع باشمهندس حيدر عن انه اللغة الانجليزية وكده، بكل اسف انه يعني في دومينيشن، يعني في هيمنة بصورة كبيرة في اللغة الانجليزية في المجالات بالذات بتاعت التكنولوجيا والهندسة وكده، يعني فاللغة المطلوبة هي اللغة الانجليزية بالامريكية او البريطانية، لكن برضو الناس ما تخاف، يعني البحث في المجالات زي دي معظمه ما بحثي بتاع لغة وبحثي بتاع تكنولوجيا أو هندسة، فبالتالي الناس ما تخاف، يعني تقطع الشوط وكل الناس بتكون مستعدة إنها يعني تساعدك كده، وكل زول فينا يا إخواننا نتعلم خطوة خطوة، ما في زول فينا طوالي يتولد كده وقام نشر له ورقة علمية في إمباكت فاكتور خطير وكده، كلنا خطوة خطوة، الناس ما تخاف، أهم شيء إنك تتقدم على أساس إنك دار تنشر الكلام ده، خدته كهدف، سجله الليله دي في قدامك كده، ان والله انا داير انشر ورقه وان شاء الله الورقه تكون في مجله الهندسه والتكنولوجيا الافريقيه. نعم عندي مداخله في موضوع اللغه لو سمحتوا لي. بالنسبه للغه الناس عموما بتفتكر انه اللغه بتاعت المجله دي المفروض تكون لغه بتاعت مصطلحات كبيرة ولغة مؤقتة، لغة إنجليزية مؤقتة، هي بالعكس هي كل ما كانت اللغة مقروءة ومفهومة أكثر لعدد أكبر من التخصصات بتكون أفضل، يعني كل ما كان الكلام أقل كل ما كان يعني واضح أكثر، أفضل من إنه الزول يكتب كلام كثير ومصطلحات كبيرة وتكون ما مفهومة إلا لأصحاب التخصص
القريب شديد. فيمكن من خبرتنا في المجال بتاع كتابة الأوراق لقينا إنه كل ما كانت العبارة عدد كلماتها أقل وبتوصل المعنى بصورة أفضل، كان هي أفضل من إنك أنت تستخدم المصطلحات، بالذات في مصطلحات الربط والمصطلحات العلمية بتاعت التخصص مطلوبة أكيد، لكن في الربط بين الجمل وإيصال المعلومة بتكون أفضل. وكل ما كان زول ممكن يكون متخصص مختلف يقدر يفهم اللغة الجملة اللي أنت بتكتبها، بتخلي المجلة بيكون عندها فيزيبيليتي أعلى. شكرا لكم. في سؤال عن هندسة المعمار يا دكتور محمد. بروف يوسف، هل من المجالات المدرجة مجال هندسة المعمار؟ نعم، المعمار ممكن بعض المجالات المتخصصة في أو قصدي المتعلقة بمثلا اقتصاديات الطاقة في المباني مثلا، يعني في 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 مجال كبير جدا هنا متعلق بالطاقات المتجددة في الهاوس هولد ابلكيشن، فدي ممكن تكون مدخل من مداخل المعمار يدخل هنا، فخليه وارد جدا اذا كان المجال عنده علاقة او البيبر عنده علاقة بال مثلا توفير الطاقة في البيلدينجز كده، دي كلها انرجي افيشنت سيستم، هذه كلها ممكن تكون جزء من مجال المطروح لنا ممكن يتم فيه النشر. شكرا يا بروف يوسف. طيب انا هقوم اعمل شير سكرين شير، لانه في سؤال هنا ده يعني من احد اعضاء المجموعه، وده سؤال مهم جدا جدا، اللي هو سال عن انه المفروض يكون في دوره تدريبيه على كتابه الكتابه العلميه الاكاديميه ولا كده. اقول لك انه احنا عملنا ورشه لمده شهر كامل، كلها كانت عن كتابه الاوراق العلميه، وكلها موجوده هنا ده في بلاي ليست في اليوتيوب، ممكن تمشي تحضر الفيديوهات بتاعتها، يعني من تختار موضوع بحثك كيف والى اخره، ادوات التواصل مع المشرف، فن كتابه الاوراق العلميه ديل، يعني كان لحد اليوم 29، الادوات بتاع التحليل الاحصائي الى اخره، كل الحاجات دي موجوده. ده اكسرسايز عملناه وقبل ما نبدا موضوع المجله، فالحاجه موجوده، مرجعيه موجوده، فما بتحتاج ثاني انه زول يعيد لك، الا بعد ما تشتغل ترجع للدوره دي وتحضرها كلها، لو في سؤال محدد ما تغطى في الحتات دي. وطبعا هي كانت جلسات زي دي، والجلسات دي كان فيها ناس بيسالوا وناس بيجاوبوا، بروفيسورات كلهم ما شاء الله كتر خيرهم، بروفيسور علامه النور، دكتوره نعمه، بروفيسور شريف فضل الى اخره، كل الدكاتره، البروفيسور الصادق موسى وبروفيسور عبد الباسط مريود الله يديه الصحه والعافيه، وهو يعني مؤخرا يتصنف ضمن احسن 2% اكثر باحثين على مستوى العالم، في ال 2% بتوع الاكثر تاثيرا في مجاله يعني. فديل كلهم قدموا الدورات دي، ونحن ما محتاجين ان نعيدها ثاني في ظل وجود المرجع. الزول يمشي ياخذ فيها وقته ويجي راجع، لو الزول يحتاج لاي حاجه نحن متوفرين في المجموعة برضو، بنقدم الدعم المطلوب. دكتور يوسف، في سؤال عن العلوم الزراعية، هل هي مدرجة ضمن إطار اختصاص المجلة ولا لا؟ كنت تناقشنا فيها كثير. يعني طبعا العلوم الزراعية هي من العلوم المرات كثيرة جدا ممكن تكون فيها أوراق علمية، يعني ملتي ديسيبلينري، يعني ممكن فيها علاقة بعمل هندسي زراعي، ممكن تكون في علاقة بالسستينابيليتي، ممكن تكون متعلقة أيضا بالطاقات المتجددة واستخداماتها في المجال الزراعي. فكل الأمور دي إذا كانت يعني جزء أو من الهدف بتاع الورقة العلمية خليه ممكن جدا تقبل. يعني هي المجلة طبعا ما في يعني المجال الزراعي تماما يعني أصلا، لكن إذا في أي شيء متعلق بال مجالات ذكرتها دي ديفينتلي ممكن البيبر تقبل يعني. شكرا.
معك المنصة. في أيضا سؤال غسان قال نوع المقالات اللي هو what are the type of articles in general articles in engineering. المقالات ما ذكرنا نوعين، مقالات البحوث الأصلية يعني research article أو review article المتعلقة بالهندسة أو التقنية. طبعا المجلة اختصاصات تشمل جميع اختصاصات الهندسة، كل التخصصات في الهندسة مشمولة، سواء كانت مثلا هندسة كيميائية، مدنية، كهربائية، إلكترونيات، هندسة البيئية، العلوم والمواد، هندسة المواد أيضا، والإنفورميشن سيستمز، العلوم الحاسب، حتى الهندسة الإدارة الهندسية إنجينيرينج مانجمنت، كلها من ضمن عندنا اختصاصات المجلة. طيب كويس. أسامة هنا ده قال هو حضر الدورة كلها بتاعت الفن كتابة الأوراق العلمية، هو بيتكلم على الساينتيفيك اللي هو الأكاديميك رايتنج. تمام، لو كان الحاجة دي يعني حاسس إنها ما تغطت هناك يا أسامة، احنا بنعمل ممكن نعمل لنا سيشن إن شاء الله خاصة بالكتابة الأكاديمية، وإن شاء الله يعني تكون برضو إضافة للجهود السابقة. مهم جدا إن إحنا أخواننا بنغطي الفجوات كلها الموجودة في مجتمعنا السوداني، على أساس إنه نمشي كلنا مع بعض يعني إلى الأمام إن شاء الله. فأي حاجة الناس دايرينها نحن مستعدين إنه نقدمها، وسواء كان النشر في المجلة دي ولا في أي مجلة غيرها، في النهاية ترتفع مستوى قدراتك وتكتسب مهارات جديدة وتزيد تنافسيتك عالميا. ده نحن نكون عملنا حاجة، يعني الواحد في المية بتاع الانتاج العلمي للقارة الأفريقية كلها، الكلام ده إن شاء الله يبقى تاريخ في وقت من الأوقات بفضل جهودكم كلكم، ربنا يوفقنا. طيب في مالك محمد سأل عن how long it will take from the submission to publish، اللي هو فترة النشر يعني، ذكرناها في إجابة سابقة إن شاء الله هتكون يعني حسب حجم المقال والوقت اللي بده فيه المراجعين وكده، لكن إن شاء الله الفترة بتكون تقريبا حوالي شهرين يعني، إن شاء الله ما تكون أكثر من كده. طبعا زوي حيقدم ابدا حيكون عنده ميزه انه وركت ان شاء الله حتراجع بسرعه، فيعني مترقبين ان شاء الله نشوف منو او اول ورقه حيتم تسليمها ونشرها يعني، دي ان شاء الله انا احتفل بها في ايفنت ان شاء الله. تمام. انا انور بعتقد انه نعم، انا عارفك انت ما بتحب الحياه الطويله، نحن طبعا متعودين على لا لا انا عارف ان الوقت ده ما الوقت الناس عاده بيكون خاشين فيه واللايف. نعم، لو في اي سؤال ولا حاجه صراحه اللي يكون في لايفات كثيره يعني، يكون في لايفات ان شاء الله يعني باذن الله، ممكن يكون في لايف بكره كمان برضه في المساء او كذا للناس اللي في الفتره المسائيه يعني، ممكن حتى يتعامل لايف مع الشركاء بتوعنا في ساينس اوبن على اساس برضه. نعم، وممكن برضو المحررين يعني اي واحد منهم متوفر لانه يكون جزء من الـ من الـ من التنوير بالمجله والدعوه لها وكده. طبعا احنا معولين كثير جدا على البروفات، يعني البروفات دي عندهم طلاب كتار وعندهم زباين كتار وكده، فبروف يوسف ان شاء الله يعني شو الناس يجتهد يعني. تمام، مش مشكله ان شاء الله درست لكم 10 طوال الليله. الله يديكم الصحه والعافيه يا اخواننا. كول فور بيبرز يعني الليلة أناونس يعني زي يقولوا أوفيشيلي إنه الآن الفريق بتاع التحرير في المجلة مستعد لإنه يقبل الأوراق بتاعتكم في المجلات في المجالات المعنية، ونحن فخورين جدا في مجموعة الباحثين السودانيين إن أخواننا الخطوة الأساسية دي زي يقولوا أول طوبة كده في بنيان كبير إن شاء الله. لو ما شفناه ونحن لأي سبب من الأسباب يشوفوا أبنائنا وأحفادنا، ربنا إن شاء الله يعني يوفق الجميع، وما توفيقنا إلا بالله.
جزاك الله خير يا دكتور محمد الحاج على الجهد الكبير. انضم لنا كمان بروفيسور عبد الباسط مريود. بروفيسور عبد الباسط كان من الناس اللي عندهم جهدي برضو في المؤسسة إنه يعني تكون المجلة وكده، انضم لنا دخل. ورفع عبد الباسط حبابك يا حبيبي يا غالي. من ال 2% الأكثر تأثيرا في الباحثين حول العالم في نمرة واحد في مجاله، فنحن والله سعيدين به. بروف عبد الباسط حبابك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يديكم العافية يا أخ تسم، إن شاء الله بارك الله فيكم. الله يعافيك. تحياتي لبروف. ألو. ايوه تفضل بروف، سامعينك تفضل. اي نعم بروف يوسف سامعك وكلنا سامعينك. تحياتي الاخ بروف يوسف والدكتور الانيق والاستاذه. نعم استاذه مرام ودكتور محمد الحاج، دكتور عمر الامام. أنا شكلي محتاج أطلع من الفيس لأنه كنت بتابعكم في الفيس. ممكن تعمل ميوت لللابتوب لو مشغل منه لايف. جداً دقيقة بس. نعم سامعينك يا بروف يا أخي، يا ريت لو وريتنا طلتك البهية يا أخي. ألو؟ أيوة نعم اسمع. يعطيكم العافية والله تسلم وبارك الله فيكم. تحياتي يا أخي عليك دكتور أنور والأخ بروف يوسف ودكتورنا الأنيق والأستاذة، تحياتي لكم كثيرا. وهذه طلة يعني سبحان الله كنا منتظرينها من فترة يعني، ويعني زي ما بقولوا المليون ميل بتم بخطوة واحدة يعني. أفتكر دي خطوة موفقة جدا بإصدار هذه المجلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. في بعض الأشياء كده وأنا أفتكر ما تكون فاتت على الأخوة، ولكن منها أنه حقه زي ما قال الدكتور نفتح المجال لكل أنواع التخصصات في الهندسة بالإضافة للتقنية. بعد ذاك later on إن شاء الله لو في إمكانية أنه المظلة بتاعة المجلة تمتد لتخصصات أخرى. يا بروف احنا معليش على المقاطعة، لكن نستغل الفرصة دي ووجه لك الدعوة الآن تنضم، لأنه أنا المعذرة ما كنت عارف تخصصك والله، لكن وجه لك الدعوة على الهواء الآن تنضم لنا في وزارة الهندسة الزراعية يعني إن شاء الله. الحاجة الثانية الملاحظة المهمة جدا، أنا بفتكر يعني مثلا حكاية الريفيوينج دي it takes a long time، لأنه أنا عندي حسب التجربة يعني سوشيت إديتر في مجموعة من المجلات، فدائما بتلاقيني مشكلة في أنه أنك إنت when you invite a reviewer ما بسهولة أنك إنت to have a response. يعني تخيل أنا في مثلا عندي لو عندي topic برسل لأربعة immediately بجيني طوالي reject رفضوا يعني بعد شوية تاني أربعة، فهي المسألة دي مضنية جدا. فيا ليت لو عملنا لنا داتا بانك كبيره كده للريفيورز، يعني لكل تخصص دقيق مثلا في الهندسات، اي تخصص دقيق جدا في الهندسه تعمل له هو. وبعدين معلش مع احترامي لكم كثير ما نعتمد على الاخوه السوداني، لانه احنا السودانيين دائما عندنا مشكله بتاعه الاكسكيوزين كثيره يعني، فيا ليت لو اعتمدنا في الريفيوينج على الناس الانترناشونال بقدر النظر عن انتماءاتهم لأي بلد ولا أي دولة. لكن دائماً الريفيورز أي واحد لما أنا أرسل له أرتيكل عشان تريفيو، when he feel that this article is the most original and most recent وكده في مجال تخصصه، فهو بكون انترسد أنه يقرأ، فبالتالي بعمل لك ريفيو. لكن لما ترسل ريفيو لشخص أصلاً هو just he is a professor ولا هو is a PhD holder وكده، is not interesting in to find new things in him, in his field. فبالتالي ده ما بفيدك كتير. أول شيء احتمال يعمل لك ريفيو بطريقة أخرى يعني، ولكن ما بيعمل لك very deep review ذات يعني أنت محتاج له. الحاجة الثانية أنا شايف مسألة المجلة يكون بقروش دي احتمال، أنا ما أعرف this is an open talk ولا
الو ايوه نقاش نقاش مفتوح على على الهواء. اي نعم لكن يا بروف يا بروف في المناسبه فور ذا سيك اوف ترانسبيرنسي ما في حاجه مدسوسه يعني بروف يوسف الفكره بتاعته من البدايه كان انه والله يا اخي المجله لازم تكون يعني سستيند من غير تبرعات من غير كده ونحن عارفين يعني هسه انا داخل الانترنت هنا وانت داخل الانترنت من هناك ومحمد الحاج داخل الانترنت احنا دافعين انا دافع للانترنت بتاعي ودافع من زمني انه انا قاعد هنا ده ومتطوع كده في زول بيدفع الفواتير دي بتاعت الانترنت والكهرباء والمكيف الشغال فوق ده في زول بيدفع ده منه ما معروف لكن بتدفع لازم تدفع يعني مش كده فحتى المجلات الاوبن اكسس والهاي امباكت فاكتور وبير ريفيو وكده وبتاع في زول بيدفع لها سموير جهه خيريه جامعه مؤسسه في زول بيدفع لها فبس من ناحيه بتاع سستينابيليتي انا بصراحه انا من النوع الداري حاجه مجانيه انا ده لكن بروف يوسف اقنعنا هو زول المحرر الرئيسي اقنعنا انه في قروش هتدفع وفي زول بيدفعها دمنه لو ما ان احنا في زول ثاني هيدفع طيب ففعلا المساله دي وثاني حاجه احنا خدتينا الاولويه لانه يعني احنا ما دوله فقيره صحيح وعندنا مشاكل كثيره وكده ما الهدف بتاعنا احنا التربح احنا مؤسسه غير ربحيه كل حاجه بنعملها والله يعني بس ابتغاء مرضات الله وان شاء الله ربنا يتقبل يعني ان شاء الله ربنا يتقبل من الجميع بس المجله ما تكون في لحظه من اللحظات ما قادرين ندفع الاشتراك بتاعها في المنصه ما قادرين ندفع الهوستنج ما قادرين نعمل ماركتنج ونبقى احنا كاننا بنشوت نار في رجلينا برانا يعني لانه ما اخذنا القرار الصحيح من البدايه فتقريبنا الكريديت بنديه لبروف يوسف في انه فعلا يعني الكلام بتاعه ده وكان في اجتماع يعني احنا قعدنا بالمناسبه في عشرات الاجتماعات انا وبروف يوسف ومحمد الحاج ونحن وكده ومعنا ساينس اوبن وبعدين مرام وكده الكلام ده اخذ زمن طويل جدا جدا في الفتره دي في مرحله يعني ديبيتد حتى في مرحله بدينا فعلا اعلنا انه عايزين تبرعات وفي ناس قالوا احنا هنتبرع وكده لكن وقفنا الموضوع بعدين لانه يعني ما حيكون مستدام فعلا من الناحيه الماليه نعم وثاني حاجه طبعا برضو من عشان ندي برسبكتيف بتاع هيستوري ان احنا دار النشر اللي مشينا وكان دكتور احمد الحاج مشى معاه وكده واتفقنا معاه في البدايه كان طالب زي 24500 دولار على اساس اننا نطلع اربع اصدارات لمده سنتين انا شخصيا يعني في ناس بيفتكروا انه انا والله عندي علاقات بيوني دايرين اي هناك انا بعلاقات اي زول اتكلمت معه اي زول بعرفه في مؤسسات يعني بنوك شركات هنا في السودان ودكتور احمد الحاج ده كان يعني بيبتسم لي كده بيقول لي يا اخي كويس انا بقول له يا اخي الحته دي عندنا فيها فلان الفلاني يقول لي كويس احنا من هذا القروش يعني فما ما ما يعني حتى في عدم وعي بقيمه واهميه البحث العلمي والنشر العلمي والكلام ده واضح يعني من الموازنه بتاعتنا في الحكومات بتاعتنا في الاتجاه يعني هسه لو كنا عاملين مجله فنيه ولا ردميه ولا جلق ولا الى اخره كان ممكن يكون عندنا زباين اكثر مش كده ولا حنسوق الناس حيسبقونا نعم صحيح فبالتالي لازم نكون وايز في مساله انه من وين السستينابيلتي تحتاج انا شيرت هنا في الشاشه يا بروف اللي هو عشان لانه ما شغلت الفيديو عشان الناس تعرف منو اللي بيتكلم معانا بروف عبد الباسط واكثر زول ادفوكيت انا لما ننتقد المؤسسات السودانيه والتعليم العالي هو اكثر زول بيقول لا والله احنا عندنا حاجات كويسه وكده وبتاع فاسي لما قام ذكر انه حق المراجعين ما يكونوا سودانيين بس لا بس طبعا لا لا سودانيين الزول ده بيتكلم عن خبره ما بيتكلم سعيد طيب تفضل يا بروف لو سمحت انا واصل بس في الحته دي انا مفتك انا يعني اراكم كلها على العين والراس بلا شك يعني لكن مرات كثير انت طيب اذا كان اصله لابد انك انت تدفع لدومين اخر انا اكيد تكون بتكونوا ناقشتوا حكايه انه يكون يو هاف يور اون دومين يعني ودي ما عارف خاطين فيها انه في المستقبل يكون يو هاف يور اون دومين لانه تعرف الدومينز دي مرات تحصل له مشاكل يعني وهو يقوم يكفل خلاص مجلتك حتوه انت ما حتلم فيها ثاني لكن انا في رايي لانه مرات انا يعني فنفترض انا عندي ورقه داير ارسل لك انا دلوقتي في مجلات بدفع لها 120 دولار 50 دولار 40 دولار وهي it has an impact factor it was classified in scopus وان ISI فبتبقى بالنسبه لي انا الخيار انت بالنسبه لي ما خيار اولي
الا لو انا بس حميه كده بتاعت انه دار يعني اساعد المجله ادي لها ورقه. لكن تخيل انك انت عندك شخص مره مثلا في الصين ولا في اليابان واي دوله ثانيه انت عايزه هو ينشر الورقه بتاعته في مجلتك، فلازم تديه خيار على الاقل لما يعني مستوى الكومبيتنس بين الاخرين يكون بسيط شويه يعني. لكن ما في مشكله طبعا في الفتره الاولى انت هتعتمد على زي ما ذكر الدكتور قبل شويه هتعتمد على زباينك يعني الناس بيعملوا لك يحموا لك الموضوع يعني. لكن محتاج انك انت زي ما قال بروف يوسف هو اصلا ما في اي مجال غير انه هو يمشي بطريقه فيري سيستماتيك وبعدين بطريقه فيري كونكريت انه هو ما يدي مجال لاي ارتكل تكون فيها مشكله يعني. عشان كده هو بينشر، وانا اتوقع انه في الفتره الاولى تكون معدل النشر بتاعكم مثلا 5% 6% كده يعني. لو جاتك 100 شيل منها 5، لو جاتك يعني المستوى الزي ده لو شفت المجلات الكبرى دائما بتتقيد بالمساله دي. عشان كده حتى بيضعوها في الـ في الـ في الاباوت ذا جورنال، بيقول لك الله احنا بنقبل بنسبه 35% 15% 20% 10%. ده معناه هو بيعمل غربله شديده للارتكلز، لانه انت ما دام الناس بيدفعوا له كده افترض المجله تكون برضو عندها يعني عندها سوق كبير وعندها فعلا سمعه، تبدا سمعه ناشئه بصوره جيده يعني. الحاجه الثانيه اللي عايز انوه لها، انا طبعا ما قصدت انك you are not going to invite any Sudanese to be a reviewer. لا، I'm just thinking about who are so serious to be on a reviewer. لأن الريفيو يا جماعه هي ما مساله بتاعت انك ترسل لي فورمه زي ما شفنا عندنا بعض المجالات، ترسل لي فورمه انا عمل صح غلط كده، لا لا لا، انا I need a very critical review for the article، اللي هو جزء بيعتمد على انك انت فعلا ده باحث وعالم عارف في المجال بتاعه ده. يعني انا ليه لو جبت لي اي موضوع خاص في تخصصي انا مثلا انا I have to feel that is a new for me, this is new information، لازم اقراها لانه بتوجه لي البحث بتاعي. عشان كده ان اختيار الريفيور ده مهم جدا، تختار ريفيو يعني ريفيور فعلا هو دي الفيلد بتاعته وهو الفيلد اللي شغال فيها، يعني شغال فيها 10 15 20 30 سنه في الفيلد بتاعه. عشان كده هو زي ما اقول الريبورت بتاعه الكريتيكال ريفيو بتاعه اصلا ما بخره ميه زي ما اقول المصريين يعني. وطبعا ده اللي بيخلي المجله ده اللي بيدل ده اللي بيعضد كلام اخونا بروف يوسف انه هو لازم يكون يعني مهتم جدا بالكواليتي بتاعت الارتكل. انا افتكر المسائل دي لو اخذناها بهذا المستوى انا افتكر المجله دي حيمر عليها سنه ولا سنتين حتكون من اميز المجلات دي واحده. الحاجه الثانيه قبيل ذكر دكتور محمد الحاج ربنا يديله العافيه انه هو ممكن يكون منصه لاستضافه مؤتمرات كونفرنس ومش عارفه اعلان لكذا. المجله برضو ممكن هي كان بي ان هوست فور مثلا المجلات بتاعتنا في الجامعات. انا بعرف مجلات كثيره في الجامعات السودانيه لكنها ما عندها اكسس في الانترنت او ما عندها وجود في الانترنت. خلينا انا اعلي له مثلا جامعه اكس نقول مثلا في اي منطقه من السودان ما عندهم اوير اكسس للانترنت وكذا او اكسس وكذا للانترنت، لكن عندهم مجله شغاله والمجله تكون قاعده لها كم سنه. انا اقول لهم يا جماعه احنا ممكن نستضيف المجله بتاعكم دي جست في يعني كدعاية لها، يجيب الأعداد بتاعتها ولا يجيب الصور بتاعت المجلة ولا كده. وده بكون فيه حاجتين لك، انت في ناس تانيين من نفس المنطقة حينشروا عندك، الحاجة الثانية انت بتساعد الجامعة ده لأنه هي تكون المجلة بتاعتها سينية بالنسبة للآخرين حتى وإن كانت ما أونلاين يعني. أنا أفتكر دي مسائل برضو مهمة جدا يعني. إحنا تعاوننا نحن لأنه أصلا الهدف الكبير بتاعنا إحنا نحاول نساعد المجتمع السوداني في حكاية الببليكيشن دي بأي حال من الأحوال يعني. فدي واحدة من الجهات اللي ممكن تكون تعمل لك سبورت بأي حال من الأحوال يعني. ودي بتحتاج أنه أنا ما عارف الأستاذة مرام هي في السودان وكده ممكن يعني شي كان فيزيت المجلة أقصد الكليات أو الجامعات وكده، والله يا جماعة عندنا المنصة دي وتعمل برزنتيشن لأنه المنصة دي على فكرة ما كنا إحنا صحيح فيها قريبة كم 60,000 لكن ما كنا نزل في السودان عارفين أنه في منصة بالقدر الكبير ده وبهذه الأهمية يعني. فنحن لو المجلة بقت لنا مدخل أنه نحن نعمل presentation أبوات المنصة بتاعتنا والأهداف بتاعتها والأشياء الجارية فيها في اليوم كل يوم عندنا فعاليات وكذا، فإحنا عايزين الناس في السودان نصل لهم على سنة يعرفوا نحن عندنا هذه المنصة بهذه الفعاليات اليومية والأسبوعية والشهرية، ومن ضمنها كمان تعرف بالمجلة هي وتعرف الناس أنه
حتى الطلاب يعني هي لما تزور مثلا نقول كلية اكس في الخرطوم ويعمل لها برزنتيشن مع الطلاب وكذا هنا، يبقى الطلاب بتاع مشاريع التخرج، الطلاب بتاع الدراسات العليا ولا كده، ممكن طوالهم يقدموا لي الاوراق بتاعته للمجله. انا افتكر محتاجين جدا لهذه المسائل. نعم يا برو. نعم شكرا جزيلا. البرنامج بتاع سفراء، لا انت ممكن تواصل، بس انا حبيت انبه في الحته دي، عندنا برنامج بتاع سفراء الباحثين السودانيين، وده ان شاء الله حنطلقه قريبا، وحيكون ان شاء الله المجموعه لو نزلت فيه اي حاجه، اي فعاليه، اي كده، هنحاول نتاكد عبر الطلاب ومساعدي التدريس والمحاضرين وكل الناس انه الناس عارفين انه في حاجه ممكن يستفيدوا منها، لانه يعني كون انه يكون في ايفنت مهم بالنسبه لناس وهم عارفينه، دي خساره بالنسبه لنا احنا. بيهمنا انه كل زول لما تحصل حاجه بما فيها المجله تتعرف. ففعلا النقطه دي مهمه جدا، ومرام بيكون عندها دور كبير، لكن كمان وفي ده ما في جامعه الفاشل، طيب ما بين جامعه نياله، وكذلك يعني ناس في جامعات تانية الأعضاء نعم. الموجودين يكونوا هم السفراء نعم عشان يوصلوا الحاجات دي إن شاء الله. يديكم العافية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور أنا، شكرا لبروف يوسف، تحياتي له، ودكتور محمد الشاب الأنيق، ودكتور والأستاذ مرام، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يديك العافية إن شاء الله. هيجيك الإيميل السيدي طوالي في 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 موضوع التحرير إن شاء الله. شكرا بروف ياسين. بس توضيح بسيط، انا طبعا ما متخصص في الهندسه الزراعيه، انا في الفود تكنولوجي، يعني التكنولوجي يعني احنا انجينيرنج تكنولوجي. نعم نعم، يعني ممكن يكون جزء من المهنه بتاعكم في مجال الفود تكنولوجي، فود انجينيرنج ولا فود ساينس، كله في التكنولوجي ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم. يديكم العافيه، تسلموا ان شاء الله، بارك الله فيكم. طيب ياسين ما اعمل الام ميوت لنفسك لو سمحت. طيب السلام عليكم دكتور انور والشباب الجميلين، بروف مريود، بروف يوسف، محمد الحاج، يعني حاجة جميلة والله الحاج، يعني بجد الواحد فخور بكم وفخور بالشيء اللي بتعملوه. بس عايز مداخلة سريعة كده او تعقيب على علي علي كلام استاذنا بروف مريود. نحن مفروض نشتغل في الحتة بتاعت نعمل ريكروتينج لناس بروفيشنال، يعني ما يكونوا سودانيين، يعني في ناس يعني شغل الفولنتير ده، يعني في مثلا فارغه، في اوروبيين في الجامعات العالميه بيحبوا الشغل ده، يعني فنحن ممكن نكون انتطش، يعني ممكن انا اساعدكم بالحاجه دي، اراسل لكم لناس في يو سي ال على اساس انه يكونوا لنا اديتر، لانه الحته بتاعت الكريتيكال ايفالويشن دي يعني حته يعني فيري امبورتنت، يعني لانه هي دي بتدي الكواليتي بتاعت الكواليتي بتاعت الحاجه المنشوره والكواليتي بتاع الكونتنت يعني. بالمناسبة ياسين بس معلش قاطعتك، طبعا احنا من المزايا بتاعت النشر في ماستر ساينس اوبن انه انت لما تدخل كاديتر وتجيك بمقال عايز ترسله للمراجعين، اوريدي السيستم بيوريك اسماء ناس مقترحين من الداتا بيس حق ساينس اوبن، اللي فيها الان اكثر من يمكن 4000 باحث، يعني فيها مجموعه من ضخمه جدا من الباحثين ريفيورز من مختلف دول العالم طبعا، دي في جميع التخصصات، حتى بالكي ووردز السيستم تلقائيا بيقترح لك ناس انت ممكن تراسلهم، دول اوريدي مسجلين في البلاتفورم، طوالي بتجيهم الانفيتيشن بيقدروا يعملوا ريفيو بصوره مباشره. ممتاز جدا جدا. طيب معناها خلاص النقطه دي اتغطت، يعني كتر خيرك يا ابو حميد، تسلم. شكرا بارك الله يخليك. الله يخليك يا ياسين. دكتور يوسف، كان في ناس عدد اشخاص سالوا عن هل في خطه لتشجيع الباحثين المرموقين للنشر وتشجيع الباحثين الشباب خاصه لمجله جديده؟ من الخطة بتاعتنا لتشجيع المؤلفين؟ حقيقة طبعاً زي ما تفضل قبل شوية بروف مريود، إحنا كمجلة جديدة أكيد في بداية الأمر يعني ما حنلقى عدد كبير من البيبرز من الانترناشنال ببليجرز، يعني أكيد يعني لأنه الناس طبعاً أكيد هشوف المجلات اللي عندها امباكت فاكتور وكده. فنحن أسي في المرحلة الأولى بنسعى جدياً لتشجيع الباحثين السودانيين بالذات إنه يبدو هم البداية الأولى في إنه يرسلوا لنا البيبرز، لأنه دي المجال اللي ممكن يعني نبدأ فيه، وهي فيها فائدة متبادلة، لأنه نحن أصلاً المجلة بتحتاج لبيبرز في الأول حتى تكون مرئية، وفي نفس الوقت إحنا
قدر أم بنحاول نساعد الباحثين السودانيين بالذات انه يكون بالنسبه لهم في 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 تيسير في القصه دي. موضوع الرسوم حقيقه ده برضه مرتبط بالسؤال ده بطريقه اخرى. احنا قبل كده في نقاشاتنا يعني الرسوم دي طبعا بالذات الباحثين اللي ما بيقدروا يدفعوا او بالذات السودانيين في الاول احنا حنسعى بقدر الامكان. عندنا تقريبا ممكن نقول يعني سبونسر شيب سيستم يعني والسبونسر setting number of papers. يعني إحنا من نحفز وما معنا إحنا يعني عارفين إحنا حقيقة الكروت معنا يسدد من حتة تانية. فعندنا some kind of sponsorship system وده طبعاً عارفين أنتم في البداية إمكانياتنا محدودة جداً. فحنكون دي will try نديها لل the best papers والناس اللي هم ما بيقدروا يدفعوا فعلاً يعني. فخلي ممكن ليتر محمد يعني to الأساسي تشجيع الباحثين السودانيين بالذات وبأي صورة. السؤال عن موضوع الإقناع الباحثين ده دكتور إبراهيم موسى. إبراهيم حزاتك عايزينك معانا في الإديتوريال بورد. أنا كنت اتصلت معك مرة إحنا عايزينك في الإديتوريال بورد زول زيك يعني بمؤهلاتك وخبرتك في يعني علوم الحاسب والارتفيشال انتليجنس ده بقى الكلام ده دعوا على الهواء دعوا على الهواء انت ابراهيم موسى اي نعم. حتى الباحثين الكوريين يعني زملائنا وسنايرنا وجونيورز تبعونا في كوريا الجنوبيه هم بيكونوا مدعوين يا اخوانا. الليله لو الواحد نشر مقال في مجله الهندسه الامريكيه ولا الهندسه البريطانيه بيكون سعيد مش كده؟ نتذكر انه المقال المجلات المجله الامريكيه ولا البريطانيه دي كان في يوم الايام في نفس الانسبشن مود بتاعنا ده السدي زينا كده يا دوب داربتوها أكيد. وفي مجله ثانيه عندها ذائعه الصيت والناس كلها دار تنشر فيها وكده. فالامريكان عندهم حاجه جميله بيقول لك المون شوت يعني انت تعمل لك ضربه كده زي دار تضرب القمر هناك دار تطلع القمر تاخذ رجلك فيه وكده وترفع علمه دي مون شوت ودي حاجة احنا داري يوم من الأيام كده كل الناس دار تنشر في المجلة الأفريقية للهندسة. لكن خطوات لازم نمشي من حتة ما. فخليكم انتوا الايرلي ادوبترز خليكم انتوا أول ناس زي ما بقولوا بتاخدوا الخطوة الأولى وتجوا في يوم من الأيام تقولوا يا أخي المجلة الخطيرة الرائعة البتاع دي والله احنا أول ناس نشرنا فيها احنا مؤسسين للنشر فيها ودي حاجة بتكون كويسة مش كده؟ أكيد 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 جدا أكيد. طيب نسمع نشوف الكومنتات. طيب يعني عندنا شراكة مع ناس المركز القومي للبحوث وحيدر هو مهندس معهم هناك حالياً وعندهم ديفيجن كاملة بتاعت هندسة فإن شاء الله برضو احنا نحثهم انه بيكونوا يعني يصلهم الخبر ونبدأ يعني في الشراكة دي لقدام إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وافي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء ألف مبروك التدشين ده فخر عظيم جدا لنا بروف يوسف ودكتور محمد الحاج وتنان والأستاذ مرام مجهود جبار جدا في مجموعة الباحثين السودانيين ومتوقع طبعا إلى الأمام إن شاء الله. أنا وفي خميس عالم وحاضر في كلية الهندسة جامعة الفاجر. إن شاء الله زي ما ذكروا الجماعة كلهم ونحن نتكلم عن موضوع السفرة. الحمد لله على كل حال الآن مجموعة الباحثين تقريبا معظم طلاب جامعة الفاشر اللي كانوا واسمين بها بدأوا يسمعوا بها وحتى الإصطاف. ففي المجلة دي بالذات يعني أنا في جامعة الفاشر في مجلة اسمها مجلة العلوم الطبيعية تقريبا إن شاء الله دي فرصة إنه لتعاون أو أي شيء مستقبلي ممكن يكون يجي لأنه الأساتذة أو الإصطاف في جامعة الفاشر
يفكروا يعني في لغة. طبعا في كلية الهندسة الآن إلى الآن ما في البيس، ما زال ضعيف، لكن في كليات تانية زي الموارد وكده فيها نشر، يعني فيها نشر ضخم جدا صراحة. أنا ذات كنت متفاجئ إني جاي فاشل فيها نشر بالعدد ده، فإن شاء الله إلى الأمام وأول الميل خطوة. شكرا، شكرا جزيلا. في باحث في مجال الفيزياء حبيبنا أحمد الفاتح من تركيا، هل في نشر بالفيزياء؟ قال بروف يوسف. حقيقة الفيزياء طبعا ممكن تكون فعلا من المجالات اللي ممكن تكون متداخلة مع التكنولوجيا ومع الابليكيشنز المتعلقة بالسستينابيلتي. الحقيقة هي you cannot say الفيزياء generally not included، لكن أي applications متعلقة بمجالات الهندسية أكيد جزء من المجال الأجد، فممكن لكن ما هذا قد لا يشمل إنه الفندمنتال ريسيرش في الفيزيكس، يعني احتمال ما تكون جزء من السكوب بتاعنا. لو سمحت لي أعلق، بما أنه الفيزياء مجالي هو درسته أنا، في تخصص بتاع الماتيريال ساينس ده هو انكلودد فيه مجموعة كبيرة من البحوث فيه، هو الفيزيكس هو واحدة من الديسيبلينز الأساسية في الماتيريال ساينس. ممكن لو زول كان المجال بتاعه بيختص بالماتيريال ساينس، وفي البحوث الابليكيد ريسيرش ممكن تتضمن تعتبر داخلة في مجال التكنولوجي، لكن كساينس يعني أو كثيوريتيكال فيزيكس يمكن يكون شوية مجال أبعد من مجال التكنولوجيا والهندسة. شكرا لك. شكرا، شكرا مرام. ممتاز. أنا أعتقد أنه في سؤال من تفضل. معلش، هو يوسف عن قالت رب موفقين إلى الأمام، اقترح أن يكون مع النشر مع الورق المنشور عرض بالصوت والصورة لأهم النقاط الواردة في الورقة العلمية بواسطة الكاتب الأساسي للورقة. ليس نصابتا في هذه الفكرة، العرض الصورة ممكن، يعني في الصفحة بتاعت التقديم السبميشن في خيار أنه زول يعمل جرافيكال أبستراكت ويعمل أتاتش لصورة بتكون معبر عن المقال، فممكن أثناء التقديم تسلم الصورة دي، قد تكون مثلا واحدة من النتائج أو الريزولتس في البيبر، أو قد تكون فلو شارت، أو قد تكون يعني أي رسمة معبرة بتعبر عن الـ عن الـ عن, الـ عن البحث في الورقة، ممكن تضيف الحالة دي وحتنشر إن شاء الله لما المقال يتنشر. تمام، ما أعتقد إنه في أسئلة، حتى لو في أسئلة ممكن الناس يجاوبوا بعدين في الشات أو في الجلسات الصغيرة صغيرة اللي هتكلموا فيها عن المجلة. دكتور محمد الحاج، بروف يوسف، ودكتور مرام، اليوم يوم تاريخي. أنا هسه همشي الفيسبوك في البروفايل بتاعي، هعمل إيفنت، مش إيفنت، اسمه شنو ده، لايف إيفنت، لايف حاجة كده كبيرة، وحاخد فيه إنه الليلة كانت التشييم بتاع المجلة الأفريقية للعلوم والهندسة. وكتر خيركم يا شباب، انتوا الأمل وانتوا المستقبل إن شاء الله، وإحنا سعيدين بأنكم انتوا قاعد تقودون الآن، أنا وبروف يوسف الشباب دين قاعدين تقودون إن شاء الله إلى المستقبل. يعني يديكم الصحة والعافية وكتر خيركم إن شاء الله دوما إلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. السلام عليكم، شكرا جزيلا لكم.